بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد أعزائي الطلاب، طلاب الثانوية العامة. نلتقي بكم من جديد، معنا الكثير الآن لنقدمه لكم. معنا النصوص النثرية، الصغيران وأنت سيد قراء، أنت سيد قرارك، ومعنا أيضا قطعة نحوية سنقوم بتحليلها واستخراج الكثير منها، وأسئلة المهارات اللغوية. قبل أن نبدأ نقدم تحية من جديد للأستاذ الفاضل أستاذ محسن. التحية موصولة ليك أستاذ محسن. شكر الله لك أستاذ صلاح، وأنا أحييك أيضا. شكرا. طلاب الأعزاء كونوا معنا وابقوا معنا، ستجدون الكثير بإذن الله. تفضل يا أستاذ محسن كده معنا. في تلك الساعة كانت الأرض قد عريت إلا من أواخر الناس وطوارق الليل وبقية من يقظة النهار تحبو في الطريق ذاهبة إلى مضاجعها، فبينما أمد عيني وأديرهما في مفتتح الطريق ومنقطعه، إذ انتفضت انتفاضة الذعر ووثبت رجة القلب بجسمي كله كما تثب اللسعة بملسوعها، ذلك حين أبصرت الطفلين. هو بيسأل في السؤال الأولاني، تفضل يا أستاذ صلاح. هذا النموذج موضوع على شكل سؤال الامتحان، أولا المترادفات، ثم مثلا سؤال في الشرح أو في الصورة الجمالية أو في المحسن البديعي، ولكن غالبا أو دائما ما يأتي سؤالا سيأتي سؤال في التعليق، وخاصة في نظرة والصغيران وأنت سيد قرارك. نعم. سؤال في التعليق العام على النص. تفضل أستاذ محسن بداية السؤال. مرادف عريت. نعم، يعني عارية الأرض، الطالب يجيب المرادف إزاي أستاذ صلاح؟ طبعا هو مفروض في النصوص، أنا دايما أقول النصوص لابد أن تحفظ المعاني، وخاصة الجموع يا أستاذ محسن، لأنه نعم. ابتدى يلعب على جموع، لو تفتكر حضرتك جمع وحي، على الرغم أنها ألغيت وما أعرفش، نعم. يعني كانش المفروض، نعم، أنها تلغى، كانت جمعها وحي. نعم، زي ما هي يعني كده. وطبعا ممكن تلاقي زي جمع فطن فطن فطن، وهنا ممكن جمع شاه يا أستاذ محسن في، نعم، شياه شياه وشاء وشاء، تمام، وجمع حلواء اللي جابها سنة 2012 حلاوة. نعم، إذن هو الجموع الغريبة أو المعاني، فلابد أن تحفظ تلك الجموع، لأن خاصة في النصوص. أما القراءة والقصة تستطيع من خلال سياق الكلام أن تعرفها، وأيضا هنا أستاذ محسن ممكن من خلال سياق الكلام، مش كده؟ تمام. عارية يعني خلت، عارية الأرض يعني خلت، يبقى المضاد ازدحمت. إذ انتفضت انتفاضة الزعر، إذ تفيد المفاجأة هنا أستاذ صلاح. نعم، إذ انتفضت، حد هيقول لي إذا تفيد اليقين، إذا التانية اللي هي ألف، وإذا، نعم، دخلت على الفعل تفيد اليقين والثبوت. أما إذ انتفضت انتفاضة الزعر توحي بالمفاجأة، وأحيانا إذا تفيد المفاجأة، إذا تفيد المفاجأة، أما أقول لك خرجت فإذا كذا أخي بالباب. نعم نعم، فطبعا إذا تفيد المفاجأة، دخلت هنا على الجملة الإسمية أيضا يا أستاذ. تمام. طيب، هات من الفقرة صورة بيانية ومحسنا بديعيا مبينا القيمة الفنية لكل منهما. جميل. سنجد في أول الفقرة كانت الأرض قد عريت، بالطبع استعارة مكنية تصور الأرض بإنسان عاري، وسر جمالها التشخيص، لكن هو طالب القيمة الفنية وتوحي الصلاح. وتوحي بخلو الأرض تماما، وإحنا قلنا أستاذ محسن بنقول الصورة ونوعها وسر جمالها وتوضيحها وتوحي بإيه عشان نبقى خدنا الدرجة. لكن كمان المحسن البديعي ممكن يكون متواجد في ايه بالظبط يا استاذ صلاح؟ يعني لو الطالب قال اواخر الناس وطوارق الليل، نعم، ازدواج يطرب الاذن ويحرك الذهن. نعم، هي اواخر الناس وطوارق الليل، وهو يعتمد الرافعية في نصه هذا على الازدواج، حتى لما تقسيم الجمل تقسيما متساويا، يعني نعم، اللي هو يساوي حسن التقسيم في الشعر. تمام. هو حتى لما هنيجي نتحدث عن اسلوب الرافعي، فحنقول ان الرافعي أسلوبه ليس بالمرسل ولا بالمزجوع، نعم، فهو يعتمد على الإزدواج، وسط بين هذا وذاك. نعم، فهنا أواخر الناس لو الطالب قال مفتتح ومنقطع أيضا أستاذ صلاح. صح طبعا، مفتتح ومنقطع بينهما طباق، وكتير من الطلاب هيستسهلوا ويقولوا طباق في مفتتح ومنقطع، يبرز المعنى طبعا ويوضحه. طيب طيب، هو بيقول لي اكتب من النص ما يدل على فرحة اللقاء بين الأم وطفليها وتعانقهم جميعا. طبعا. قبل ما نكمل أستاذ محسن، بس هناخد محمد من الإسكندرية. ازيك يا محمد؟ عامل ايه يا محمد؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله
الحمد لله. بس حضرتك عندي سؤالين في القصه. سؤالين في القصه، قول يا محمد. لقد حاول الشيخ الفتى ان يدخل السرور على اخيه، فماذا فعل؟ لقد حاول الشيخ الايه؟ الفتى. وطي التلفزيون شويه يا محمد. حاول الشيخ الفتى ايوه ان يدخل السرور على اخيه، ان يدخل السرور على اخيه، على اخيه، فماذا فعل؟ فماذا فعل؟ هو اتى له ببعض قطع الحلوى في ثاني يوم حتى يخرجه مما هو فيه، واللي نصحه كده طبعا زملاؤه في الدراسة في الأزهر، يعني قالوا له أنت تعلم طبيعة الطفولة، يعني إيه بالظبط كده يا محمد بالبلدي كده، ابقى هات له بعض قطع الحلوى وأنت راجع كده، وإن شاء الله كده إيه مش هيبقى زعلان منك يا إيه يا أحمد لو أحمد حسين. هو خاصة إن هو كان أغضبه لأنه تركه وحيدا في الغرفة بعد أن ذهب مع أصحابه لبيت الراجل السوري أو الصديق السوري اللي كان معه. يسمر عنده. طيب ها؟ السؤال الثاني. ماذا فعل الصبي بعد انصراف أخيه؟ ماذا فعل الصبي؟ طبعا الوقت بالنسبة له كان صعب جدا، ومرت عليه الدقائق وكأنها ساعات، لأنه كان خائفا مرعوبا حزينا لأن أخاه قد تركه وحده، وكان نعم. يتمنى أن يذهب مع أخيه ولا يبقى في الربع وحده، وظل على ذلك حتى أتى أخوه ولم يستطع النوم إلى أن أتى أخوه، وحينما أتى أخوه استسلم للنوم وهو متعب مريض. ها شكرا شكرا. طبعا ما يدل على فرحة اللقاء بين الأم وطفليها وتعانقهم جميعا، نذكر أبناءنا الطلاب أستاذ صلاح أن غربة وحنين حفظ والشاعر صورة الكمال حفظ وكم تشتكي حفظ والمقطع الثالث والرابع من نص النصور حفظ ومن أول وبينما نحن على ذلك إلى آخر نص الصغيران حفظ. كويس أستاذ محسن أنك قلت الكلام ده، لأن بعض الكتب الخارجية كتب أن صخرة الملتقى حفظ. لا هذا العام على المنهج القديم. نعم نعم قوي. ايوه صح عشان كده طبعا. ما يدل على فرحه اللقاء بين الام وطفلها والتعانق، وهل الطفلان لما ابصر امهما ونفض ايديهما نفض الاجنحه ثم اكبت هي عليهما بجسمها ومدامعها وقبلاتها، شوف التعانق بقى، والتحم بها التحام الجزء بكله ثم اشتبكت الأذرع في الأذرع حتى لا تفرق بين ثلاثة في معاني الحب إلا بالكبر والصغر. خلينا أقول بس للطلاب، هو بيجي حفظ؟ آه بيجي حفظ، وبقى له فترة كبيرة كمان بيجيب أكتر من مرة حفظ في الأبيات، ويقول لك أكتب من الأبيات أو أكتب من النص الناس ما يدل على كذا. طيب على ما اعتمد الكاتب في عرض مقاله؟ ممكن في الوقت ده الطالب لو جاوب خصائص الاسلوب نعتبرها صح يا استاذ صلاح؟ هو السؤال لو هو قصده خصائص الاسلوب كان هيقول له ما اهم السمات التي يعني هو عايز حاجه محدده. عايز حاجه محدده يعني عايز يقول ايه نعتمد على اسلوب السرد اللي هو زمان ومكان وحدث. اعتمد على اسلوب وطريقه الحكايه، حتى ان بعض الناس أو بعض النقاد قال لك إن هذا النص أشبه بالإيه؟ بالقصة القصيرة. لأن فيه المكان وفيه الزمان وفيه الأحداث والشخص وفيه المشكلة وفيه الحل، العقدة والحل. تمام. وده سؤال جه في الامتحان قبل كده يا أستاذ صلاح. تمام هقوله حالا، بس أنا أقول هنا اعتمد على إيه يا أستاذ محسن؟ تفضل. اعتمد على السرد ألا هو زمان ومكان وحدث. الزمان وقت متأخر من الليل. تمام. المكان أرض خالية. الحدث هو كان إيه؟ يقول لك إيه؟ إقبال الليل. يعني وقت متأخر من النهار، إقبال إقبال الليل وإدبار النهار، يعني لحظة غروب الشمس، المكان على مخروبة من القهوة اللي هو إيه؟ الشارع اللي ساكن فيه، الحدث اللي هو ضياع الطفلين، طيب المشكلة إن الطفلين مش قادرين يوصلوا للبيت، الحل اللي هو عثور الأم على طفليها. تمام. طب أستاذ محسن هو حضرتك قلت كلام دلوقتي، قلت لي جيب سنة من السنين، هو يعني بعض النقاد يقول لك لماذا لا يعتبر هذا النص قصة قصيرة؟ فقد توفرت فيه كل عناصر القصة. لكن الكثرة يطلقون عليه مقالا اجتماعيا. نعم. البعض يقولون انه قصة قصيرة. لا هو لماذا لا يعتبر قصة قصيرة؟ لأن القصة القصيرة لابد أن يتوفر فيها عنصر التكثيف والتركيز. وهذا النص لا يوجد فيه تكثيف، بل يعتمد على الإطناب وكثرة التفاصيل. ده نص كان ممكن يكتب في 5-6 سطور. الراجل كتبه في 9 فقرات. 9 فقرات كاملة. إذن لا يتوفر فيه عنصر التكثيف والتركيز التي يتوفر في
القصة وطبعا القصيرة. نذكر أبناءنا طلاب الثانوية العامة أن يعني القصة القصيرة تعتمد على التكثيف والتركيز والوحدة والصراع والحوار والصدق والتشويق وتفاصيل الإنشاء. طيب، هو بعض النقاد يعتبر هذا النص مقال اجتماعي، وبعضهم يعتبره مقال أو مقال أدبي، وبعضهم يعتبره قصة قصيرة. من يقول أنه مقال اجتماعي يقول ذلك لأنه يناقش مشكلة اجتماعية، ومن يقول أنه مقال أدبي لأنه تقصر فيه الصور الجمالية والمحسنات، خصائص المقال الأدبي موجودة فيه. نعم، ومن يقول أنه قصة قصيرة لأنه تتوفر فيه كل عناصر القصة القصيرة من أشخاص وزمان ومكان نعم. وحدث. إيه رأيك تقول له؟ رأيي أنه مقال اجتماعي كتب بأسلوب أدبي وتوفرت فيه عناصر القصة. مقال اجتماعي كتب بأسلوب أدبي وتوفرت فيه عناصر القصة، هما الثلاثة موجودين فيه. يبقى ثلاث حسنيات جمع بينهن الطالب الرافعي. نعم. طيب، لا أنا بقول الطالب جمع كتب في الإجابة يعني. نعم تمام. القطعة الثانية يا أستاذ محسن بتقول إيه؟ نعم حاضر. القطعة الثانية تقول: يا من لا إله إلا هو، من سواك لهاتين النملتين في جنح هذا الليل الذي يشبه نقطة من غضبك، لقد أخرجتهما في هذا الضياع مخرج أصغر موعظة للعين تنبه أكبر حقيقة في القلب، وعرضت منهما للإنسانية صورة لو وفق مخلوق عبقري فرسمها لجذب إليها كل أحزان النفس. صورة الحب يمشي متساندا إلى صدر الرحمة في طريق المصادفة المجهولة من أوله إلى آخره، وعليهما ذل اليتم من الأهل، ومسكنة الضياع بين الناس، وظلام الطبيعة وكآبتها. رأيت الطفلة وقد تنبهت فيها لأخيها الصغير غريزة أم كاملة، فهي تشد على يده بيديها معا كأنها مذ علمت أنها ضائعة، تحاول أن تطمئن أخاها إلى أنه معها ولن يضيع وهو معها، فيا لرحمة الله. هات في جمل من تعبيرك معنى الكلمات الآتية. أستاذ محسن، في بعض الطلاب يقول لي أنا ما بعرفش أحط الكلمة في جملة، أنصحه بإيه؟ أجيبها إزاي؟ والله يعني أنا هقول لحضرتك، يعني لما هو مثلا بيقول جنح، الجنح ده جزء من الظلام. نعم. يعني جزء من الظلام، يعني تحركته في جزء من ظلام الليل. بسيطة قوي. يعني أجيبها جملة صغيرة. جملة صغيرة خلاص. مش محتاج إن أنا يعني أطول، وجملة لا إما جملة اسمية أو جملة فعلية، ومهم إنها تكون جملة مكتملة ومش مشوهة وسهلة خالص، مش محتاجة بقى ان انا اجيب جملة كبيرة ولا الكلام ده عشان اخد الدرجة كاملة وخلاص. افاضته. طيب. يعني ايه يا استاذ صلاح؟ افاضته على جسمي بلغة اللمس. افاضته يعني زادته على جسمه، اعطته على جسمه. طيب. يعني الافاضة اللي هي الاسالة، وده فيها معنى الاعطاء، ومقابل مصادفة. يعني اقول لك صدفة، صادفني. يعني ده حاجة غير متوقعة، يبقى ممكن الطالب يقول توقع في ثلاث جمل، وجمع غريزة غرائز، وجمع طبيعة طبائع. تمام. على ما يدل لجوء الكاتب إلى الله، ولماذا صور الطفلين بالنملتين؟ طبعا الكاتب بيلجأ إلى الله تبارك وتعالى لأنه هو القوة، هو القوة التي تعيد الأم إلى طفليها، هو القوة التي تعيد الأم إلى طفليها. كما أن ذلك لا توجد قوة في الوجود تعيد الأمة إلى طفليها إلا هذه القوة الإلهية الذي بيده مقاليد الأمور والذي يقول للشيء كن فيكون. أيضا أستاذ محسن، هو يدل لجوء الكاتب إلى الله على ثقافة الكاتب الدينية. تمام. على ثقافة الدينية أيضا، فهو يتجه إلى الله دائما حينما قال يا من لا إله إلا هو، وهنا أيضا هو متأثر بالقرآن الكريم، فإذا هو يدل على ثقافة الكاتب الدينية. طب ولماذا صورت طفلين بالنملتين؟ لصغر الحجم، وحتى يزرع الحنان في نفس من يقرأ نحو الطفولة ورعايتها. جميل. إذن على ما يدل لجوء الكاتب إلى الله،
هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى هو القوة الوحيدة، أو يعني أن الله تبارك بمقدوره أن يعيد، وهذا يدل على ثقافته الدينية كما تحدثتم أيضا. لكن لماذا لجأ إلى الله تبارك وتعالى؟ لأنه هو القوة التي هو الوحيدة. نعم بالطبع. يعني أنا قرأتها لماذا؟ وأيضا تتماشى لأن هو القوة. أنا فاهم، بس نعم. أنا يعني نظرت إليها الأول وهلة على أنها لماذا، لكن علامة تدل من على يعني على التأثر بالثقافة الدينية. ما الصورة في النملتين؟ سورة النملتين طبعاً تفضلتم بذكرها في الحلقة الماضية، واحنا بنشرح الاستعارة التصحيحية. يبقى أنا المشبه محذوف يا أستاذ صلاح. حضرتك قلت كلمة في الأول قبل ما نقول إن دي استعارة تصريحية، قلت طالما إن هي كلمة واحدة لا إما استعارة تصريحية يا إما مجاز مرسل، وتاني هقول كلمة واحدة ما فيهاش ضمير، لأن ممكن يجي يقول لك مثلاً شخصوف غربة وحنين، حتى هيقول لي دي كلمة واحدة، لا دي استعارة مكنية صور الوطن بشخص اللي عايد على الوطن، طالما في ضمير عايد على المشبه كأنه موجود. بس البعض بيبقى ينظر لها ساعات على ايه، يقول لك شخص زي دمها، الدم في حد ذاته استعارة تصريحية، شبه واسوابه يعني حسب توجيه الطالب. تمام. النملتين استعارة تصريحية، شبه الطفلين بالنملتين. تمام. وهنا طب سر جمالها ايه هنا يا استاذ محسن؟ والله مش الاثنين مادة يا استاذ صلاح، يبقى توضيح. يبقى توضيح المعنى. طب وهي توحي زي ما حضرتك تفضلت بالصغر الايه، بالصغر والضعف والضآلة. تمام. طيب. ذل اليتم، هو اليتم بيتذل؟ لا طبعا. يبقى ده استعارة مكنية، شبه اليتم بإنسان يسبب له الذل، ويمكن أن نعتبرها من باب التشبيه. التشبيه البليغ شبه اليتم بالذل، المشبه به إلى المشبه. نعم تشبيه. طب صورة الحب يمشي، طبعا الحب مجاز مرسل عن الطفل، وممكن باستعارة تصريحية، شبه الطفل بأنه حب، والحب يمشي استعارة مكنية، يعني حسب توجيه الطالب الحب يمشي استعارة مكنية، سر جمالها التشخيص. بعد ذلك نلجأ إلى سؤال اتجاهات أدب الرافعي. طبعا الرافعي له اتجاهات في أدبه، اتجاه ذاتي وجداني، واتجاه لغوي أدبي، واتجاه ديني. السؤال ده بيجي كتير يا أستاذ محسن. نعم. هناخد بس عمر من أسوان. عمر، ازيك يا عمر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عمرو؟ تمام الحمد لله. الحمد لله ربنا يطمن عليك. عمر يا عمرو. لو سمحت معايا ثلاث أشياء في الأدب. تمام بسرعة يا عمرو. اختلفت لغة الشعر عند شعراء عند شعراء الديوان. اختلفت لغة الشعر عند شعراء الديوان، ده علل. عن من سبقهم من الشعراء، وضح ذلك. عن من سبقهم. إيه تاني؟ من الشعراء. وضح ذلك. بعدين ما مفهوم الوحده في المسرحيه؟ ما مفهوم ايه؟ الوحده في المسرحيه. الوحده في المسرحيه. السؤال الثالث. قارن بين الوحده العضويه في مدرسه الديوان ومدرسه الاحياء والبحث. ماشي. الوحده العضويه. حاجه ثانيه؟ في الديوان. تمام. شكرا. طب تابعنا من خلال التلفاز كده يا عمرو. لغة الشعر عند شعراء الديوان تختلف عمن سبقهم. من سبقهم الإحيائيون كانت لغة الشعر عندهم لغة تراثية مستمدة من القديم، أما لغة الشعر عند مدرسة الديوان فهي لغة عصرية نظرا لثقافتهم الأجنبية، العقاد وإبراهيم عبد القادر المزني وعبد الرحمن شكري. كما أن أيضا الديوانيون يعني أخذوا على مدرسة الإحياء والبعث أنهم كانوا ينظرون إلى الأشياء نظرة سطحية. بس هو محدد هنا اللغة، يعني اللغة يعني محدد اللغة. اللغة عصرية عند الديوان، تراثية باختصار، تراثية عند الأدب بالذات. أبو محسن الطالب بيبقى يقول لك إيه، طب يعني أنا عايز ما جاي لي من ما بين السطور قوي، وهو ده اللي مخوف بعض الطلاب من الأدب يعني. طيب والله انا شايف ان الامتحان هيجي يا استاذ صلاح كده يعني. انا بس هو في الادب فعلا بقى له اكتر يعني من سنه. ما انا هقول لحضرتك انا من وجهه نظري هذا العام يعني ممكن الطالب يجد سؤالا من مدرسه الاحياء والبعث ووراه سؤال من الاتجاه الوجداني وسؤال مهم وسؤال من الديوان مثلا، يعني على اساس ان الطلبه خايفين كلهم، فطبعا مش هبقى انا كوضع امتحان هو مش مصدر يعني ذل واهانه للطلاب. هقول لك له حاجه بسيطه. هقول لك يا استاذ محسن، هو الطالب مش خايف من المدرسه، هو بتلاقي بعض الطلاب حافظ المدرسه كويس، هو الطالب خايف من طريقه السؤال على اساس ان بيجي كتير تعليلات تعليل وبيلاقي الاجابه من بين
السطور وفي اجابات بنك التعليمات في حلقه ماضيه انا وحضرتك في نعم الصلاح نعم. وبقدر ان كان بكره برضو هنحاول نراجع جزء منها في النموذجين اللي هنحلهم مع بعض. مفهوم الوحده في المسرحيه، الوحده في المسرحيه كانت قديما تقال على انها وحدة الزمن والمكان والحدث، وحدة الزمن لانها كانت لا تتخطى 24 ساعه، بمعنى ان الزمن المسرحيه تقام في يعني الحدث لا يستغرق اكتر من 24 ساعه، وطالما ان الحدث لا يستغرق اكتر من 24 ساعه فهيبقى في مكان واحد وفي زمن واحد والحدث واحد. ولكن طبعا ان اختلف المفهوم ده في العصر الحديث يا استاذ محسن، لم تعد المسرحيه تتحدث بقى فيه دقه وتوزيع اهتمام، بقى فيه حذف التفصيلات التي لا تخدم المسرحيه في النهايه. طبعا لم يكن هناك وحده عضويه عند الاحياء والبعث. السؤال الثالث قارن بين الوحده العضويه في مدرسه الديوان ومدرسه الاحياء والبعث. يعني انا شايف ان هذا السؤال يعني يشوبه شيء من الخطا يا استاذ صلاح. ايوه بس هو لان ما كانش فيه وحده عضويه، هو بيقول لك قارن، فانت هتقول له في مدرسه الاحياء والبعث كانت بتقوم على البيت وحده بناء القصيدة. يعني ايه بيت وحدة بناء القصيدة؟ يعني ما فيش وحدة عضوية. اما مدرسة الديوان والمدارس الرومانسية، يعني من اول المدرسة الرومانتيكية الديوان المهجر كانت تعتمد على الوحدة العضوية في الابيات. اذا مدرسة الاحياء والبعث كانت لا تقوم على الوحدة العضوية. انا بقول له خطأ ليه؟ لان طبعا الوحدة عند الاحيائيين وحدة بيت وليست وحدة عضوية. لكن كده كأنه يعني بيقول لي ايه طب اللغة هنا ايه واللغة هنا ايه؟ في لغة موجودة ولغة موجودة، لكن ما فيش هنا وحدة عضوية. هو يعني السؤال قصده ان احنا نقول ان ما فيش وحده عضويه هنا. تمام، وحده بيت عند الكلاسيكيين. تمام. نعود الى الفقره استاذ صلاح. اتجاهات ادب الرفع يا استاذ محسن. اتجاهات ادب الرفع في عجاله نعيدها على الطلاب مره اخرى. اتجاه ديني اللي هو مقالاته التي دافع فيها عن الدين الاسلامي والعقيده الاسلاميه، اتجاه لغه وادبي يعني مقالاته التي دافع فيها عن اللغه العربيه والادب العربي، واللغه العربيه دافع عنها ضد موجات التغريب التي استهدفتها وارادت كتابتها بالعاميه والحديث بالعاميه، اتجاه ذاتي وجداني اللي هو تجاربه التي تظهر تأملاته العاطفية والوجدانية، وطبعا النص ينتمي إلى هذا الاتجاه وهو من كتاب للرافعي يسمى بالسحاب الأحمر. جميل. طيب هنا القطعة الثالثة أستاذ محسن، وإحنا اتفقت مع الطلاب من البداية أنه لو جاب لي سؤال في السيران غالبا أو دائما ما يأتي، أو نظرة أو أنت سيد قرارك، ما يأتي سؤال في التعليق. احنا نعم. دلوقتي قلنا مثلا بيعتمد على طريقة السرد. استاذ محسن تفضل وقال لنا ايه هي اتجاهات ادب الرفعي. سنتناول مع باقي الاسئلة مثلا ايه المدرسة اللي بينتمي اليها الرفعي. نعم. وكمان سمات اسلوب الرفعي وسمات شخصية الرفعي والمرحلة اللي بينتمي اليها الرفعي. ده نعم. سؤال في الاسئلة اللي انا بقولها دي لو جه الصغيرة. طيب تفضل يا استاذ محسن. منقطعان في ظلام الليل وليس على الارض اهنأ من ليل الطفل النائم، فهل يكون فيها اشقى من ليل الطفل الضائع؟ نامت احلامهما واستيقظت اعينهما للحقائق المظلمه الفظيعه، وضاع من البيت ويحسبان ان البيت هو الضائع منهما، طفلان في وزن مثقالين من الانسانيه ولكنهما يحملان وزن قناطير من الرعب. جميل. مضاد كلمة أهنأ الطالب، يعني الطالب أسعد. ده أنا عايز أقول أهنأ يعني ده سؤال هدية أستاذ صلاح بالطبع، وخاصة أنه مش جايبه اختيارات. يعني ده سؤال هدية بمعنى أنه هو موجود قدامه في نفس السطر، يعني ممكن أشقى ليلة الطفل الضائع أهنأ، يبقى ده أشقى. أستاذ محسن طيب أنا عايز، طالما حضرتك بتتكلم عن المترادفات، الطلاب قلقانين من سؤال الاختيارات، يقول لك في صح والإجابات متشابهة والكلمات متشابهة، وخاصة في نماذج الوزارة في بعض الكلمات اللي هي الاختيارات تعتبر متشابهة. نعم. طب أنا أتعامل معها إزاي كطالب؟ والله أنا بقول للطالب الإجابة أدق إزاي؟ أنا بقول للطالب احذف إجابتيه، هيبقى قدامك إجابتين. طب أحذف إجابتين إزاي وأنا متردد مش هعرف؟ يعني أنا عايز أقول على حاجة، الطالب اللي هو بيحاول دائما إن هو يصل الإجابة الصحيحة قد يخطئ في يعني التعمق في هذه الأشياء. أنا عايز أقول له انظر إلى الكلمات اللي داخل القوسين نظرة بسيطة، اعرف هو طالب منك إيه، مرادف خلاص يبقى معنى، شوف المعنى من خلال السياق. أصل المشكلة إن ساعات بيجيب صح وأصح،
والله انا هقول لك على حاجه، واحنا بنصحي يا استاذ صلاح ساعات بيجي لنا تعليمات كده يقول لك اللي كتب الاجابه دي صح والاجابه دي صح. ده ساعات ساعات بس، ودي ساعات قليله في الغالب. ان يعني انا بقول الحاجه اللي يعني بيخللها الوضع الامتحان مساحه كبيره مش في الاختيارات، الاختيار من متعدد، لان لازم احط نفسي كوضع امتحان مكان الطالب واعرف الطالب هيختار دي ويختارها ازاي وبسرعه، لكن ما اجيبلوش حاجات ايه تبقى قريبه من بعضها زي بعض الكتب الخارجيه ما بتعمل. انا مش بتكلم على الكتب الخارجيه، انا بتكلم على نموذج على وضع الامتحان او على نموذج الوزاره. ونموذج الوزاره احنا يمكن لما كلمنا المستشار يعني انا وبعض الزملاء الذين يعملون في قناة مصر التعليمية قال إنني لم أراجع هذه النماذج. طب امتحانات السنين السابقة امتحانات السنين السابقة يعني الغالب عليها أن بتكون سهلة يا أستاذ صلاح إن شاء الله. ولذلك حتى أنا بقول للطالب يعني أنت بتطمن الطلاب؟ نعم يعني بقول أن الطالب هيجد يعني أنا بقول له استبعد إجابتين وخلي إجابتين قدامك وكلمات هتبقى سهلة ووضع الامتحان يعني هيبقى يعني حاطط في اعتباره ان الذي يمتحن هو الطالب وليس المعلم. اذا استاذ محسن بيميل الى طمانه الطلاب وبيقول ان باذن الله حتى اسئله الاختيارات هتيجي في المتناول. انا بقول حتى لو جت الاجابات متشابهه هم خلوها 50% الوقت يعني ما عادش في كل يعني لو جابها في القصه ما بيجيبهاش في القراءه، لو جابها في النص الاختياري ما بيجيبهاش. بس انا اقصد لو جت انا بقول للطالب لو جه ولقيت ان في اسئله اختياريه في الاختيار من متعدد كلام متشابه ارجع للقطعه. نعم. حط الكلمه وسط القطعه وشوف انهي اللي يمشي في السياق. بس يحذف زي ما قلنا له يا استاذ صلاح احذف اجابتين اللي هم لو كانوا بعاد تماما. لو لقيت ان الامور متشابهه حاول ترجع للكلمه، بس ده يعتمد في النهايه على ان انت عارف المعنى الاصلي للكلمه. لو نعم. كان في قراءه او في القصه هتبقى من خلال السياق، لو كان في النصوص انت مفروض حافظ معنى او مضاد او جموع. وخاصة مثلا استاذ محسن زي ما قلنا كده يعني جمع كلمة جرس في كلمة غربة وحنين. نعم جروس كتير جدا ممكن الطالب يقول لك اجراس كتير جدا يعني. تمام. احنا لو انت ما تنبهتش يحط لك مثلا جمع جرس جروس اجراس كلاهما معا، اللي مش هيكتب اجراس هيكتب كلاهما معا. او لو مش حافظ لما بيشوفها على طول ده لو مش حافظ خلاص يبقى هو عايز ايه كلاهما معا. نعم جمع جرس جروس. اذا في النصوص لازم نكون حافظين، في القراءه لازم نرجع لها من خلال القطع. طيب معانا محمد من الفيوم. ازيك يا محمد؟ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ ازيك يا صلاح؟ ازيك يا محمد عامل ايه يا حبيب قلبي؟ الحمد لله. قول لي يا محمد ايه اسئلتك؟ هو في صلاح نموذج الوزاره بتاع العربي؟ نعم سامعك. الجوارق والارقاء والاثنين معناهم صح ايه؟ جمع الرقيق الرقائق والارقاء. لا هي لا ارقاء ارقاء دي جمع رقيقه هي الرقائق، انما جمع الرق ارقاء. ها ماشي. طب بالنسبه في المجاز المرسل انا مش بعرفش اطلعه من النصوص. طيب حاضر 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 حاضر. ها واهم الحاجات يعني اللي نركز عليها استاذ محسن. استاذ محسن عمال يقول لك على اهم الحاجات، وانت عايز ايه تاني؟ حاضر. طيب بس انا عايزك تركز على كله يا محمد، انا عايزك تبقى داخل الامتحان جه اي حاجه انا قادر ان انا احل اي حاجه، يعني مش هدخل لو ده ما جاش مش لو ما لقيتش ده مش هحل. انا عايزك تبقى مركز على كله، وباذن الله ان شاء الله في النهايه تلاقي حاجات كتير من اللي احنا قلناه، لكن باذن الله انت تكون واثق ان انت هتحل اي حاجه تجي لك باذن الله. عندك اسئله ثانيه يا محمد؟ طب وبالنسبه للقصه دي يا استاذ صلاح يعني إيه؟ لا القصه دي قصه سهله قوي. ركز على المواقف زي ما احنا عملنا كده يا محمد. لا مش هجي لك. مالك يعني ايه صوت كركره الشيشه يا استاذ محسن؟ امبارح قالها لك، ده هو كان بينزل يسال اخوه يعني. قلناها النهارده مع الاستاذ محمد ابو الحسن. ايه انت ايه اللي يعني مشكلتك في القصه؟ دي قصه سهله على فكره. قول لي مشكلتك واحنا نحلها لك. القصه اللي هو الفصل الثامن من الجزء الاول. الثامن العلم بين مكانتين. ماله؟ ما احنا شرحناها انا واستاذ محسن. قلنا يعني في لقاء الامس مع الاستاذ صلاح. ما حضرتش الحلقه. طيب يبقى العيب فيك انت. اتفرج عليها على اليوتيوب، هي نازله على اليوتيوب، وان شاء الله برضو باذن الله نجيب لك فيه سؤال ونراجعه لك ان شاء الله. ماشي يا محمد؟ العفو حبيبي. هو بسرعه كده يا استاذ صلاح لما يقول شاهد الله لم يغب عن جفوني
شخص ساعة عشان المجاز المرسل تمام. ساعة ولم يخلو حسي ولم يغب عن جفوني ولا عيوني. طبعا هقول عن عيوني تمام. يبقى هو أطلق الجزء وأراد الكل نعم. طيب لما أقول إن وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، طبعا عمر ما الصابع تتحط في الآذان. يبقى هو أطلق الكل وأراد الجزء، يبقى مجاز مرسل علاقته الكلية. فيا صخرة جمعت موجتين، هي جمعت يعني شخصين، فأطلق الجزء وأراد الكل أو علاقته الحالية، لأن المحبة هي الحالية يعني صعب النتيجة تمام، يعني نقول جزئية وخلاص العملية. فأنا يعني أنا بس بقوله أن المجاز بسهولة قوي هو كلمة موجودة وكلمة مقصودة، وبين الموجود والمقصود علاقة، زي ما تفضل أستاذ محسن ودانا أكثر من مثال، يعني ما أقول والدمع من جفني يسيل مشعشع، ده في نفس المثال. الدمع من الجفن ولا من العين؟ لا بيسيل من العين. هو أتى بالجزء والمقصود بيه الإيه؟ الكل. ده اسمه مجاز مرسل علاقته الجزئية، زي ما برضه طبعا العلاقة بتكون في المعنى اللي هو بيقصده، مش في المعنى اللي هو إيه؟ اللي هي اللي هو جه العلاقة المقصود، يعني أقصد في الكلمة الإيه المذكورة في الإيه في الجملة، يعني جفني علاقته الجزئية تمام، كلمة أصابعهم علاقته الكلية. عندك النص مثلا اللي هو قال لك مصر اللي جت في نص امتحان السودان، ده المجاز المرسل علاقته المحلية، المحلية هو الذي يأتي بالمكان والمقصود به من بداخل المكان تمام. هي ألم نشرح لك صدرك تمام، الشرح يكون للقلب وليس الصدر، والقلب موضعه يعني مكانه الصدر، يبقى ده يعني مجاز المرسل علاقته المحلية. مثلا مثال سريع سهل قوي، يقول لك فازت مدرستنا بالمركز الأول في الشعر، هي اللي هتفوز المدرسة ولا طلاب المدرسة اللي جوه المدرسة؟ أكيد الطلاب. يبقى أتى بالمكان والمقصود من هم بداخل المكان. كان عندك نص اسمه مسرع كليوباترا، فأزعت الذي أزعت عن النصر وأسمعت كل كوخ وقصر. أنا هروح أسمع الكوخ والقصر ولا من فيه. بداخل الكوخ والقصر تمام. ده اسمه مجاز مرسل علاقته المحلية. وسر جمال المجاز الإيجاز. وأنا لما أقول له يا دكتور محمد مثلا الفيومي ده يبقى هو لسه طالب ثانوية عامة، نعم يبقى ده مجاز مرسل على اعتبار ما سيكون. سيكون ولكن اكتر يعني العلاقات اللي بتتواجد اسمها محسن بتبقى الكلية والجزئية أو كلية أو محلية تمام. سر جمال المجاز الإيجاز والدقة في اختيار العلاقة والمبالغة المقبولة، جمع الفظيعة الفظائع وجمع كلمة مثقال مثاقيل مضاد الرعب، يعني الفزع بالضاد طمأنينة، طمأنينة أو الأمان تمام. استخرج من الفقرة إيجازا وبين نوعه وقيمته الفنية. لو الطالب قال منقطعا فيها إيجازة أستاذ صلاح طبعا صح صحيحة طبعًا. يبقى طب الإيجاز هنا إيجاز بحذف الإيه المبتدأ للاهتمام بالخبر، للاهتمام بالخبر. محسنا بديعيا وبين أثره في المعنى. ليس على الأرض أهنأ من ليل الطفل النائم تساوي في الطول، هل يكون فيها أشقى من ليل الطفل الضائع؟ يبقى ده ازدواج بيطرب الاذن تمام. لو الطالب قال نامت واستيقظت طباق يبرز المعنى ويوضحه. طيب صورة بيانية وبين نوعها وسر جمالها وقيمتها الفنية. ممكن الطالب يقول نامت أحلامهما استعارة مكنية صور الأحلام بإنسان ينام وسر جمالها التشخيص وتوحي بضياع الطفولة تمام. وضياع الأمل يعني وضياع الأمل وضياع الاطمئنان والسكينة اللذان يتواجدان في الطفولة تمام. طيب بيقول السؤال اللي بعده محسن تعبر الفقرة عن سذاجة تفكير الطفلين وشدة خوفهما، وضح من خلال فهمك للفقرة. يعني هيشرح هنا زمان. هنشرح. طيب في النص نجد غموضا في مقال الرافعي، هات مثالا لذلك ووضحه. خلينا أقول أن من سمات أسلوب الرافعي أنه يعتمد على الغموض أو تشبيهاته يشوبها أحيانا الغموض. يشوبها الغموض تمام. يعني مثلا هنلاقي هنا كلمة الحقائق المظلمة، الحقائق دائما واضحة نعم. فحينما يصف الحقائق بالمظلمة فهذا أمر غير يعني يشوبه الغموض. وأيضا حينما قال سواد مقبل كأنه روح ليلة مظلمة نعم، هنا
يعني السواد كأنه روح ليلى، حاجة سودة مظلمة. المشبه به لازم يكون واضح. فطبعا المشبه به قالوا له روح ليلى مظلمة، عمرنا ما شفنا حاجة اسمها روح ليلى مظلمة. لما أنا أجي أشبه مثلا فلان في الشجاعة بتاعته بقول زي الأسد، الأسد واضح. فلانة في الجمال بتاعها زي الزهرة، لا الزهرة واضحة. قالوا طب أنت بتقول السواد اللي هو الشخص اللي جاي من بعيد عامل زي إيه؟ زي روح ليلى مظلمة. المشبه به روح ليلى مظلمة مش واضح، لان عمرنا ما شفنا حاجه اسمها روح ليلى مظلمه. فمثلما يعني عنده ابتكار في الصور البيانيه، عنده غموض في بعض التشبيهات او بعض الصور البيانيه. جميل. طيب الفقره اللي بعد كده استاذ محسن بتقول ايه؟ تقول هذه الفقره وبينما نحن على ذلك، طبعا ده جزء الحفظ يا استاذ صلاح. نعم. اذا ارتفع سواد مقبل كانه روح ليله مظلمه تغشى الطريق، فتبينت فإذا امرأة تهفو كذات الجناحين وكأنها تنساق بقوة تحترق في داخلها، ثم أخذتنا عيناها فإذا هي أم الطفلين تبدو من لهفتها واستطارتها لولديها كأنما تحاول أن تختطفهما من بعيد بقوة قلبها، وما عرفت أنها هي إلا بأن روحها كانت منتشرة على وجهها ملموسة في نظراتها إلى الطفلين، وكانت لها هيئة أم وضعت الجنة تحت قدميها، وهل الطفلان لما أبصرا أمهما ونفض أيديهما نفض الأجنحة. تغشى، معنى كلمة تغشى يعني تغطي، والليل إذا يغشى يعني يغطي الدنيا بالظلام، والغشاء هو الغطاء. جميل. مفرد مدامع، مدمع مقابل كلمة تهفو. طبعا امرأة تهفو يعني تقبل مسرعة. وجمع الجنة مقابل إذن أنا شفتها على إنها مرادف. تمام. مقابل تهفو طبعا تسرع بدها تبطئ. جمع الجنة، جمع الجنة الجنات والجنان. أو الجنان. تمام. معنى هلا يعني فرحة وصاحة. جميل. طبعا جه في سنة من السنين يا أستاذ محسن قال لك ما معنى كلمة هلا، أي الجمل الآتية يتماشى مع كلمة هلا؟ أعتقد ثانوية عامة 92، وكان جايب الاثنين، كان جايب هلا شهر رمضان. لا مش الاختيارات. قال لك هلا شهر رمضان، هلا الجماهير في المدرجات، ومش عارف هل أتيت إلينا، كان جايبها في صيغة سؤال يعني أو كده. هل الجماهير، احذف اجابه هنا بقى، هنلاقي نشيل الاستفهام، هل الجماهير في المدرجات ام هل شهر رمضان؟ لا أيوة. هل الجماهير في المدرجات؟ لان فرحانين. نعم، يبقى هي دي المنتخب. بس بص طريقه السؤال يا استاذ محسن. هو ده جابه، ده جابه سنة 92 اعتقد. تمام. هل الجماهير في المدرجات يعني هللوا وفرحوا وصحوا زي ما العيال فرحوا ساعه ما شافوا والدتهم. بالزبط يعني كده. عادت اليهما من جديد. وبينما نحن على ذلك، من المقصود بنحن؟ طبعا هو والعيلين الصغيرين. نعم، البنت هو اللي عندها خمس طفلة. سنين. نعم. والولد اللي عنده 3 سنوات. ماشي. وما المشار إليه في قوله ذلك؟ وبينما نحن على ذلك يعني على هذا الضياع الذي فيه الطفلان، أو احتضان الكاتب للطفلين، أو الموقف اللي هم الموقف اللي هو موقف الاحتضان. نعم. برع الكاتب في إبراز ملامح عاطفة الأمومة من خلال تصويره للقاء الأم بولديها. يعني الطالب لو شرح ياخد الدرجة؟ شرح. ولو هو قال لك طالما قال تصوير يعني ممكن نقول له أنه هو صور، جاب بعض الصور كده موجودة داخل. وهو في الغالب يقصد يقول الشرح يا أستاذ صلاح. تمام. تصوير للقاء يعني شرح الفقرة. طب خليني أقول يا أستاذ محسن، من خلال لما بتيجي الأسئلة زي دي دايما بيجي يقول لك استخرج صورة جمالية، مش استخرج بقى يعني بيجيب صورة جمالية. أنا لو جيت هنا وقلت ما الصورة الجمالية في ونفض أيديهما نفض الأجنحة، ده أنا شايف إن هي تشبيه يا أستاذ صلاح. تمام. طبعاً ده على طريقة المفعول المطلق. تمام. زي ما بقول إيه، تفوق فلان تفوق العباقرة. نعم. فهمت فهم الأنبياء مثلا. نعم. نفض أيديهما نفض الأجنحة، ملاحظة نفض الطفلين إن هو بيعتمد عليه. تمام. ليه؟ لأنك مثلا هنا قال لك إيه، ونفض أيديهما نفض الأجنحة، يبقى شبه نفض الطفلين لأيديهما بنفض الطائر لجناحيه. نعم. فهنا تشبيه بليغ على صورة المفعول المطلق. نعم. فطبعا هو يوضح المعنى برسم صورة له. طيب هنا بقى
يا استاذ محسن تفضل. في بعض الاسئله اللي احنا اتفقنا في الاول لابد ان تاتي اذا سئل في الصغيران، مثلا الاتجاه الادبي او المدرسه الادبيه. احنا قلنا خد بالك الاول ما اتجاهات ادب الرفعي، دفاع عن الدين ودفاع عن اللغه والتغريب الذاتيه زي ما قال استاذ محسن. طب ايه الاتجاه الادبي او المدرسه الادبيه الذي ينتمي اليها الرفعي؟ حد هيجي يقول لي هي مش المدارس في الشعر؟ لا، في مدرسة في النثر برضه، مدارس ممكن تبقى مدارس المحافظين أو المجددين، أو المجددين في نص أنت سيد قرارك. أنت سيد قرارك، نعم. هنا يا أستاذ محسن هنا دي مدرسة المحافظين، والسؤال جه عليها أكتر من سنة يا أستاذ صلاح. نعم. خصائص الإيه المدرسة دي أو الأسلوب بتاعها. طبعا كما تفضلتم المدرسة دي بتتأثر بالقدماء وأساليب القدماء، فهي حريصة على الألفاظ العربية الأصيلة، أيضا هي تمجد الماضي وتتغنى به وتتصدى للأمراض الاجتماعية الوافدة من الغرب الأوروبي، ومنها من هذه الأمراض خروج المرأة للعمل وما يتبعه من ضياع للطفولة. تتأثر بالثقافة الدينية كما لاحظنا ذلك في أسلوب الرافعي والتراث القديم، وتعتني باللفظ والمعنى مع التحرر من المحسنات البديعية المتكلفة. طيب ما خصائص أسلوب الرافعي؟ وهو برضو من الأسئلة التي تتكرر. طب بسهولة يا أستاذ صلاح، الطالب يقدر يقول إيه في خصائص الأسلوب؟ دايما أنا أقول للطالب إيه خصائص أسلوب أي كاتب؟ أنت بتقول إيه؟ سهولة الألفاظ، وضوح العبارات، ترابط الأفكار. سهولة الألفاظ، أقول تاني، سهولة الألفاظ، وضوح العبارات، ترابط الأفكار، البعد عن المحسنات البديعية المتكلفة. نكمل بس لما نستقبل التليفون ده. نعم. أمال، إزيك يا أمال؟ إزيك يا مستر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إيه أخبارك؟ تمام الحمد لله، حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله تمام، ربنا يطمنا عليك يا أمال. إيه أخبار الامتحانات؟ تمام؟ تمام الحمد لله. قلقانة ولا مش قلقانة؟ جدا. لا مش عايز قلق، أنا مش عايز قلق. لا، اللي بيشاهد قناة مصر التعليمية لا يقلق. لا وكمان انت كده باذن الله كده انت شكلك شطوره يا امال، مش بتذاكري؟ الحمد لله. خلاص بقى على ربنا. هو الاستاذ صلاح يقصد يقول لك انت شطوره فهتخش سنه اولى جامعه ان شاء الله، الجامعه اللي انت عايزاها باذن الله يا ربنا. ان شاء الله. قولي لي يا امال اسئلتك. سؤال في الادب، استخدام شعراء المدرسه الجديده لبعض الكلمات العاميه والكلمات الاجنبيه، هم عايزين يخففوا من اللغه الكلاسيكيه والمعجميه يا امال، لان طبعا دي بتعمل يعني عندهم ايه حاجة تؤدي الى الضيق والملل. سؤال تاني. سؤال بلاغة. بلاغة. ايوة يا امال. اعلم عدم وجود جناس بين اعطني واعطيت. طيب لان الجناس يا امال مفروض ان هو يكون بين كلمتين متشابهتين في الحروف ومختلفتين في المعنى. مفروض انت اعطيت واعطاء ديت المعنى واحد. في بعض الأحيان إن بيقال إن هناك جناس اشتقاقي، ولكن أنت مطالبة بالجناس اللي هو العادي زي أسى والمؤسي مثلا. نعم. إنما أنت مطالبة بإن هو مش هيجيب لك سؤال تعليل كده ويقول لك علل ما فيش جناس. هو أنت يعني ما أعتقدش إن في سؤال عندك كده، أنت بتسألي من نفسك يعني. ها؟ لا ممكن لقيتها في مصدر معين يعني. ها يا مال، عندك تاني أسئلة تانية؟ نعم؟ طيب خلاص يعني طيب احنا قلنا 50 سؤال يعني ايه للتدريب فقط. سؤال طيب. تاني يا امال. ما الحشرات اللاذعه التي كان يجدها الصبي، وما الحشرات الاخرى التي لا تقل عنها؟ ده الموجود في امتحانات امتحانات السودان. امتحان السودان. تفضل استاذ صلاح. انت هو ده في انهي فصل يا استاذه امال؟ امتحان في الجزء الثاني. طيب قولي لي اسئلتك تاني، كملي. تمام كده. طب ماشي، شكرا يا طيب أمان. هو يعني الحصرات الفصل الاول من الجزء الثاني. اتفضل يا استاذ محسن. هو بيتحسر على انه يعني لا يجد الراحه والطمانينه التي كان يشعر بها عندما كان في قريته، وايضا الشعور بالوحده. نعم، لانه في وحده دائمه في غرفته لترك أخيه له. وهناك حسرات أخرى لا تقل عنها إيلاما، هذه الحسرات تتمثل في افتقاد
بعض زملائه الذين يحكون له قصص المغازي بعد الخروج من الكتاب، افتقاد الذهاب إلى حانوت الحاج محمد عبد الواحد وأخيه الحاج محمود، وكان يحدثان الصبي وخاصة إذا خلى المحل من الذين يقبلون على المحل للشراء. وحسرة أخرى كان يجدها في أنه افتقد إلى استماعه إلى حديث أبيه مع بعض زملائه على المصطبة المجاورة للمنزل. طيب ده جاب لك أستاذ محسن الحسرات كلها هو يا أمان. طيب أستاذ محسن، احنا اتفقنا أن من خصائص أسلوب الرفعي، يعني أنت حضرتك قلت لي إزاي أجاوب. أنا ممكن أستنتج، يعني في حاجات تستنتج من النص. يعني لما أقول أن هو يعني أفكاره سهلة، سهلة طبعا هي واضحة، كثرة التشبيهات والاستعارات دي بين أول الراجل اعتمد على التشبيهات والاستعارات، يعني بيعتمد على التصوير لإبراز الأفكار. التشبيهات عنده أو الخيال عنده مبتكر أحيانا وغامض أحيانا. احنا قلنا التشبيهات يشوبها بعض الغموض، زائد ان الراجل ده بيعتمد على الإطناب. تمام، تطويل. يعني تطويل النص كان ممكن يكتبه في 6 سطور، يعني كتبه في 9 فقرات. نعم، زائد ان الرافعي من أهم ما بيميز أسلوبه أيضا المزاوجة، اللي هي قلنا أسلوبه ليس بالمرسل ولا نعم بالمزجوع، فهو يعتمد على الإزدواج. ده أنا استنبطته، يعني أنا محفظتش. ولما يقول يا من لا إله إلا هو، يبقى ده من خصائص أسلوب الرافعي اللي هو قلنا الثقافة الدينية. الدينية ووضعت الجنة تحت قدميها، برضو متأثر بالثقافة الدينية. طب لو قلنا يا أستاذ محسن، إيه هي سمات الرافعي الشخصية، أو أهم ما يميز شخصية الرافعي؟ يعني هو كإنسان مرهف الحس، سريع التأثر، هو غيور على اللغة العربية، هو مهتم بالأطفال، هو مهتم بمشاكل قضايا المجتمع ويريد حلها. ومن هذه القضايا طبعا ضياع الطفولة في غيبة رعاية الأمومة. وقلنا أيضا من أهم مراحل النسر، هذا النص بينتمي إلى مرحلة النضج والازدهار. يبقى احنا كده قلنا كل والمدرسة الأدبية مدرسة المحافظين، ما احنا قلناها وقلنا سماتها. يبقى احنا كده قلنا أهم ما يميز أو أهم أسئلة التعليق التي يمكن أن تأتي على نص. قلنا أنه مقال اجتماعي كتب بأسلوب أدبي وتحققت فيه كل عناصر القصة القصيرة. نعم. في الفصل يا محسن، في بنت كلمتني وقالت لي احنا هناخد أنت سيد قرارك، يعني فكرة كده عنه. قالت لي مكتوب في الكتب الخارجية المقال يكتب انه هو ادبي، كان المقال اللي هو انت سيد قرارك، قالت لي ازاي وهو مكتوب، يعني في ناس بتقول انه هو علمي متأدب، هو جه في كتاب المدرسة السنة دي اتغير. هو كان مكتوب قبل كده انه هو مقال ادبي، نعم، اتغير في كتاب المدرسة السنة دي فقط، وكتب انه هو اسلوب انت سيد قرارك علمي متأدب. نعم. ولذا فإن بعض الكتب الخارجية ما زالت تكتبه على القديم، ولكن الآن هو علمي متأدب ونحن ملتزمون بالمنهج. وزي ما بيقول الأستاذ محسن هو الأقرب إلى الصواب، لأنه تناول عدة نظريات علمية وقالك هناك نوعان من المدخنين وكيف هناك صعوبتان تواجه التدخين على أجهزة البدن كلها. طبعا يعني هو ده في الناحية العلمية والمصطلحات العلمية والدقة التي يعني تكون مع الأسلوب العلمي، كما عرض لخصائص الأسلوب الأدبي كذلك، فجمع بين الأسلوبين العلمي والأدبي. إذن فنحن ننتقل إلى نص أنت سيد قرارك. معنا تفضل إيمان. معنا مين؟ معنا سعيد من أسوان. ازيك يا سعيد؟ القاسم المشترك الاعظم اسوان النهارده يا استاذ صلاح. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا سعيد؟ يا رب تكون سعيد كده باذن الله ان شاء الله يا ربنا. طب انا اسال اسئلتك يا سعيد بسرعه. ماشي. انا مثلا في سؤال في درس اسلوب ايه؟ اسلوب واسلوب. اسئله في درس اسلوب واسلوب. تمام، اتفضل. مضاد كلمات مقلقه. مضاد كلمات مقلقه. مقلقة. مقلقة كلمات قليلة مقلقة. ها مستقرة وميسرة. مستقرة ميسرة. معتدية. معتدلة. مجمعة. مهتدية. مهتدية. مجمعة. مجمعة. طب احذف اجابتين يا سعيد. اللي هي مجمعة. مجمعة ومهتدية. ومهتدية. يبقى انت عندك مستقرة وميسرة. الكلمة المقلقة، شوف القلق بيديلي فزع،
لكن الفزع ضده الايه؟ استقرار. الامن، والامن عايز استقرار. يبقى انت وصلت الاجابه لوحدك يا سعيد. طب هات السؤال الثاني يا سعيد. يلا. لا بد من الاستقرار والمنقطع الانفاس. اه تعبير روحي بضروره بالاصرار. بالاصرار ده الاجابه الصح. ما. الاصرار ماشي. هنسأل في البلاغه ممكن يجيب لي ابيات شعريه ما فيهاش وحده عضويه؟ ما ممكن في البلاغه يجيب لك ايه؟ ابيات شعريه ما فيهاش وحده عضويه. اه في امتحان 92 يا سعيد، في امتحان 92 ما كانش في وحده عضويه. ولا ده كان 2011 يا استاذ صلاح على ما اظن. 2011 لك لك الله يا قلبي انت حديد، جاي في 2011. تمام. لكن امتحان 2013 ما كانش ايه يقصد وحده عضويه ولا حاجه، لا يعني كانت بس الابيات كانت صعبه في الفهم. نعم نعم. يعني على طلاب الثانويه العامه. ها جاب لي نص شوقي وما فيهوش وحده عضويه. طيب ايه المشكله؟ طيب ما هو ده ما هو ده اللي كان فيه يا على وحده البيت يا سعيد. ماشي. طيب. انا لم تتحقق وحده عضويه واسكت في نص مين؟ غربه وحنين؟ لا هو بيقول في البلاغه. بص بتقول لا ما تسكتش. لا بتقول صح. هيقول تحقق الوحده العضويه برضه بجميع مقوماتها اللي هي وحده الموضوع، وحده الجو النفسي، وترتيب الافكار وتسلسلها. بس بتقول وحده الموضوع حيث تحدث الشاعر في الابيات عن اكثر من موضوع، وهو مثلا زي ما قال فكره البيت الاول والثاني بتدور حوالين كذا، والفكره الثالث والرابع بتدور حوالين كذا، وحده الجو النفسي مختلفه في الاثنين حيث سيطرت على الشعر عاطفه وعاطفه كذا، ترتيب الافكار وتسلسلها حيث بداها الشعر بكذا ونهاها بكذا. تمام يا حبيب قلبي. تمام. عندك اسئله ثانيه يا سعيد؟ ال 50 سؤال هم بتاع الوزاره ولا لا؟ تبع الوزاره. اه بس مش هم دول الامتحان زي ما في ناس بتقول مش هيخرج عنهم الامتحان. ده على وتيره تدريبية فقط يا سعيد، أسعدك الله. ماشي ماشي. وأنت في حاجة إلى أن تكره السيجارة وأن تنظر إلى أصابعك. أي واحد بقى. نعم. إذا لم تغسلها من آثار النيكوتين، وأن تتصور منظر رئتيك، وأن تحاول أن تجري 100 متر فقط، وتسأل نفسك هل يمكن لشاب في سنك ألا يستطيع ذلك؟ وأن تستعيد شريط كل الذين عرفتهم وكانوا يدخنون، وكيف رأيتهم بعد ذلك في أسرة المرض. تفضل أستاذ صلاح. هل يمكن لشاب في سنك استفهام غرضه؟ هو يمكن ولا لا يمكن يا أستاذ صلاح؟ ولا النفي؟ الإجابة عنه بإيه ده يا أستاذ محسن؟ بالنفي. طالما الإجابة بلأ خلاص يبقى لغرض النفي. تمام. ألا يستطيع. فعل مضارع يستطيع. منصوب. طب ده مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ ويعرف الطالب ازاي؟ ألا أصلها أن زائد لا، ولا ما بتعملش حاجة في المضارع، يبقى اللي هيعمل أن. وأن من أدوات نصب المضارع، يبقى الفعل المضارع هنا منصوب بعلامة أصلية وهي الفتح. أستاذ محسن الشيء تفضل. بالشيء يذكر. تمام. إلا لأنها موجودة في الوحدة الأولى. نعم. وجت قبل كده في امتحان ثانوية عامة قال لك استخرج أسلوب شرط. ده مايو 95 في النظام. نعم. القديم قوي. معلش قوي. طيب. قوي. افرض الراجل عايز يكررها. يعني أحسنت يا أستاذ صلاح. بس هي موجودة. نعم. استخرج أسلوب شرط فعلا. الأولى. حذف فعله. نعم. فطبعا لما يقول لك أسلوب شرط حذف فعله هتدور على إن الشرطية اللي أضغمت، يعني أدخلت في لا النافية، وبيبقى فعل الشرط محذوف تقديره حسب السياق في الغالب تفعل أو تفعله أو يفعل أو يفعله. أو مثلا يقول لك ذاكر وإلا ترسل، تقديره ذاكر وإن لا تذاكر ترسل، أو إن لا تفعل زي ما قال أستاذ محسن ترسل. إذا يجي إمتى؟ يجي في حالة واحدة مع إلا دي. تمام. يبقى محذوف فعل الشرط. اوعى تقول عليها مستثنى لان اللي جاي وراها فعل. نعم. طيب هي بس الشيء بالشيء يذكر. تمام يا استاذ صلاح. لقد حرص الكاتب على ذكر الادله العمليه لتاكيد فكرته واضح. لو اكتفى الطالب بالشرح فقط. تمام. حتى لو كانت مصدر قلق بالنسبه له كلمه الادله العمليه. ما هي اصل ما هي هي الادله العمليه الشرح. تمام. استخرج من الفقره صوره خياليه ووضحها وبين اثرها البلاغي. نعم. لما يقول تكره السيجارة استعارة مكنية، سر جمالها التشخيص حيث شبه السيجارة بإنسان يكره، وهذا يوحي بالنفور والاشمئزاز من التدخين أو السيجارة. نعم جميل. أن تحاول أن تجري 100 متر فقط. طب هنا أستاذ محسن هو بيقول لك أن تحاول أن تجري 100 وأن تجري 100 متر فقط.
ما الفرق بين التعبيرين وأنهي تعبير أجمل؟ طبعا أن تحاول أن تجري 100 متر فقط. طب ليه؟ لأن هذا يدل على مدى الصعوبة التي سيلقيها المدخن إذا أراد أن يجري 100 متر، لأنه عارف أنه مش هيقدر، لأن مجرد المحاولة لن يستطيع أن يصل إليه. مجرد هيجري 20 متر ويقف. إذن أن تحاول تدل لكن لو قال أن أنت بتجري 100 متر يبقى هو عارف أن إيه؟ إن هو عنده قدرة على الجري. تمام. لكن كده عارف أن التدخين أثر على إيه؟ على كل أجهزة البدن. التدخين أثر على الفم، التدخين أثر على يعني الرئتين، التدخين أثر على القلب، التدخين أثر على كل الأجهزة. يبقى مجرد المحاولة لا تفكر فيها أيها المدخن. نعم، إذن أن مجرد المحاولة فقط تعني أنك لن تستطيع، وهذا يدل على مدى صعوبة الأمر بالنسبة للإنسان المدخن. نعم. ولماذا 100 متر فقط؟ لأن 100 متر يستطيع الإنسان العادي أن يمر بها بسهولة. مسافة 100 متر قليلة قد يقدر يجريها الإنسان العادي. ولذلك قالها صلاح منتصر وكأنه يريد أن يخبر المدخن أن تلك المسافة القليلة لن تستطيع أنت أيها المدخن أن تقوم بها. طيب، ما الصفات التي ينبغي؟ السؤال ده مهم قوي، لو الامتحان جه فيه انت سيد قرارك لازم يجي السؤال ده. نعم الصلاة. نعم. او اللي هو لماذا يتوقف او ما لماذا يعتبر ما الذي يحتاج اليه هذا المقال اللي هو السؤال اللي جه في المرتين 2011 اخر حاجه جه فيها انت سيد قرارك، لما قال هذا النص يتماشى مع الطابع الصحفي العام. يتماشى مع الطابع الصحفي العام. ليه؟ لان بيعالج مشكلة من مشكلات المجتمع في أسلوب سريع حاسم. هذا الأسلوب طبعا اللي هو إيه؟ الأسلوب الذي يتفق مع السرعة، حيث إن السرعة هي صفة العصر. لكن ده عايز من الكاتب إيه يا أستاذ صلاح؟ عايز منه ذكاء، وعايز منه قوة ملاحظة، وعايز منه يقظة وجدان، وعايز منه الحماسة لما يدعو إليه. ذكاء الكاتب، قوة ملاحظة، يقظة الوجدان، الحماسة لما يدعو إليه. نأتي الآن إلى قطعة النحوية أستاذ صلاح. طبعا هنبدأ بقى بالنحو، وإحنا أعتقد اللي متابعنا من خلال المراجعات اللي إحنا بنقوم بها. طيب نعم. قبل ما نبدأ في النحو هناك اتصال. إسراء من أسوان، ودايما أهل أسوان متابعينا. إزيك يا إسراء؟ عاملة إيه؟ أخبارك؟ الحمد لله تمام. تمام، قولي يا اسراء. عندي سؤال في نص المساء. في ايه؟ في نص المساء. المساء، ها مساء. بيقول لي ما رايك في استخدام نزع مصحف مع الشرب؟ ما رايك في ايه؟ استخدام نزع مصحف. سامع استاذ محسن؟ ما رايك في استخدام نزعه مع النهار نزع وسرعه مع الشمس؟ مع الشمس. أيوه. ها ايه تاني؟ ممكن نقول اهم حاجه في المسرحيه في المسرحيه بصراحه، كل ما بدات بسرعه انا صوتك مش سامعه حضرتك. لا لا مش واصل. قولي تاني كده اسراء، بس واحده واحده. وطي التلفزيون انا وعندك. المسرحيه مالها؟ بقول ان كده صعبه ومش عارفه تفهم خالص خالص. مش صعبه ده، هي انت بس كام سؤال. مفهوم الوحده في المسرحيه، هيكل بناء المسرحيه، العناصر المسرحيه، هي المسرحيه بعد ثوره 19، المسرحيه بعد استكمال المسرحيه. بس هي يمكن استاذ محسن هو دور محمد تيمور ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم واحمد شوقي، ويعني ممكن نقولهم لك بسرعه كده ان شاء الله. لو ما عرفناش دلوقتي يبقى بكره باذن الله. في النماذج ان شاء الله الامتحانيه التي سوف تعرض بكرة في الغادي بمشيئه الله تبارك. في حاجه ثانيه يا اسراء؟ طيب، نزعا للنهار وسرعه للشمس، كان الشاعر موفقا في ذلك. نعم. لأن النزاع هو خروج الروح، ولكن خروج الروح ببطء. ده النزع. ده النزع. وهي تلائم للنهار، لأن النهار وهو يعني يمشي يأخذ وقت طول النهار، فهو وكأن الروح تخرج قطعة قطعة. أما سرعة للشمس، الشمس حينما تغيب تغيب في فترة قصيرة، وكلمة سرعة يعني تموت، وهي تلائم لرحيل الشمس سريعا. أما النهار حينما يرحل على فترة طويلة فهي تتلائم معها كلمة نزعا. نعم نعم. ما رأيك في أن نصل إلى القطعة النحوية أستاذ صلاح؟ النحو، وطبعا اللي متابعنا خلال الفترة اللي فاتت احنا ماشيين في النحو كتير جدا، وبرضو لسه لدينا كتير معانا، بس أنا عايز الطلاب يطمئنوا للنحو. ودايما أقول أن متابعة النحو في إيه أهم حاجة، مش بس أني أنا أفهم القاعدة اللي عندي، لازم أركز وأنا بحل،
هشوف الجملة اسمية ولا فعلية، بعمل قوسين على أقرب جملة للكلمة اللي عندي، شوفها اسمية ولا فعلية عشان أقدر أقوم بالإعراب. الإعراب فرع المعنى، وإذا صح المعنى صح الإعراب. شوف الجملة هنا، طيب مين اللي قام بالفعل؟ وقع على مين فعل؟ لو الجملة اسمية بسأل بكلمة ماله، ممكن المبتدأ يجي في الأول والخبر يجي في الآخر. الممتحن كتير بيجي بالمبتدأ المؤخر، بيبقى الجملة اسمية والجملة بادئة بشبه جملة مبتدأ مؤخر، أو بعض الكلمات اللي بيجي بعدها مبتدأ مؤخر زي هنا وهناك وبخاصة وهكذا. اتفضل يا أستاذ محسن. الاهتمام الدائم بالصحة والحفاظ عليها، فرعاية صحة البدن مآلها راحة البال وطمأنينة القلب. إن المتبعين منهج العناية بالصحة منذ الصغر ليجدون حسن العاقبة عند الكبر. ولقد شوهد عبر صفحات الحياة أن إهمال الصحة عمل يضر بصاحبه عظيم الضرر، وإن في ذلك لموعظة للمغيبة عقولهم، وعسى هؤلاء أن يثوبوا إلى رشدهم، فما زال في الأجل بقية، وليتما المحافظون على صحتهم مستيقظون إلى أهمية العناية بالصحة النفسية التي لا تقل في أهميتها عن صحة البدن. أراك يا أستاذ محسن وأنت تبدأ قلت الاهتمام، وكأنك تريد أن تخبر الطلاب بأمر معين. هو مش المبتدأ بيبقى مرفوع؟ ومين قال لك يا أستاذ صلاح أن الاهتمام دي مبتدأ؟ ما أنت قلت لي أنها مش الاسم مبتدأ. في الأول يبقى مبتدأ، لكن لو ليه خبر. أيوة، أنت حضرتك كمان قلت لي حاجة تانية، انت قلت لي الاهتمام هو ده اللي خلاني يعني اقول لا ده يبقى انا اقصد حاجه تانية خلاف المبتدا. تمام، طبعا يعني انت تعلم انني اقصد انها مغرى به. انا كنت عايز الطلاب اللي يقولوها لي. معلش يعني هم طيب. يعني لاحظوا ذلك في امتحان 2013 وبيقفوا قدام وقفات كتيره قوي، فممكن يعني يقفون امام هذه الكلمه ولكن سريعا يعرفون انها يعني قصد بها الاغراء. وطبعا بيبقى المغرى به ده مفعول به منصوب. طب انا اعرفه ازاي بس يا محسن؟ والله انا بلاقي كلمه يا استاذ صلاح، الكلمه دي انا لو عملتها ده من حيث المعنى هيتحقق لي منفعه. الحاجه الثانيه ان ما ينفعش الكلمه دي تبقى خبر، خدت بالك؟ تبقى اقصد ما ينفعش تبقى مبتدا لان ما لهاش خبر. نعم. فبقول لما اقول للطالب ايه الكفاحه، فانه عمل يبني المجتمع الإنساني. طب بعد إذنك يا أستاذ محسن نوريها للطلاب عندنا كده ونكتب الجملتين ونوري له مثلا. نعم، لو قلت الكفاح عمل يفيد المجتمعات، وقلت الكفاح فإنه عمل يفيد المجتمعات، انا هنا يا استاذ صلاح هحط ضم وهنا هحط فتح. ليه؟ انا كده قصدت ان الكفاح الاولانيه تبقى مبتدا لان لها خبر اللي هي عمل، لكن الكفاح في الجمله الثانيه ما قصدتش ان انا ابدا بيها، ده انا قصدت ان انا اشجع المخاطب على ان يلتزم بيها. طب يعني انا استاذ محسن تفضل، انا حضرتك من غير ما يحط لي ضمه ولا فتحه انا هعرف ازاي؟ انا دايما بقول للطلاب لو لها خبر تبقى أو مبتدا، لو ينفع احط قبل الكلام كلمه الزم، لو ينفع يبقى ده اسلوب اغراء، لو ما ينفعش يبقى ده مبتدا. تمام. طب تعال نشوف كده، الزم الكفاح فانه، الجمله الثانيه، فانه عمل يفيد المجتمعات دي تمشي. طب الاولانيه الزم الكفاح عمل يفيد المجتمعات، ما نفعتش خلاص، ولذلك احنا بنقول عليها فعلا يعني ونظرتك هذه نظرة تيسيرية تسهيلية يا أستاذ صلاح، وأنت تنضم إلى قافلة الميسرين للغة بمشيئة الله تبارك وتعالى. مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره ها إلزم أو إلزمه. إلزم الكفاح طالما جمع الكفاح مفعول به في الجملة الثانية.
تمام. طيب نكمل يا استاذ محسن، نعود الى القطعه مره اخرى. طيب احنا عرضنا الاهتمام مفعول به لفعل محذوف، بتذكرك بالمصدر الخماسي طبعا يا استاذ صلاح، الاهتمام من الفعل اهتم، ولو قال لي مصدر خماسي بقول افتعال، انفعال، تفاعل، تفاعل. ده اهم الكلمات اللي بتيجي من اوزان المصدر الخماسي. واذكرك عزيز الطالب ان الاسم المصدر الخماسي الذي يبدا بالف هو الف لا يوجد فيه همزه، لانه مصدر خماسي بتبقى همزه وصل او الف وصل، وكذلك المصدر السداسي. تمام. اما الف القطع، اما المصدر الرباعي بيبقى فيه همزه من تحت. طبعا الطالب لما يجي يكشف عنها في المعجم هيكشف عنها في همما. نعم. الاهتمام الدائمه في رعايه صحه يا استاذ محسن. نعم. كلمه رعايه صحه، في بعض الاخطاء الشائعه عند كثير من الطلاب ناكره ونكره نعت. نعم. رعايه صحه، ما نشوف هي بتوصف ولا لا. هل صحة بتوصف رعاية؟ لا. فصحة نكرة بعد النكرة ما وصفتش النكرة، خلاص هتبقى مضاف إليه. طب أنا بقولها برضو بطريقة ميسرة زي ما حضرتك بتقول كده. أقول إيه يا أستاذ صلاح؟ أحط لها ألف ولا؟ لو إيه من الألف ولا؟ طب أنت بص يا أستاذ محسن، أنا دايما أقول إيه؟ نكرة ونكرة يجوز دخول بينهما ألف ولام؟ يبقى الكلمة التانية مضافة. طالما التانية قبلت الألف واللام خلاص تبقى مضافة. ما ينفعش أحط ألف ولام، يبقى نعم. يعني مثلا طالب مجتهد. وطالب علم، طالب مجتهد ما ينفعش اقول طالب المجتهد، يبقى دي نعت. انما طالب العلم يبقى تنفع احط الف ولام يبقى مضاف. بس لازم افهم برضو المعنى في الصلاح، يعني لما اقول ايه اجاب طالب مساله، طب ما انا اقول اجاب طالب المساله. لا دي هي انا عايز افهم. نعم. نعم. ولذلك الاعراب فرع الايه؟ المعنى. دي هو الطالب هيقول اكيد مفعول به. تمام. طيب معانا مين؟ مريم من اسوان. اسيوط. اسيوط كلها السعيد، كل السعيد دايما معانا يا مريم. ازيك يا مريم، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، ربنا يطمنا عليك يا مريم. قولي يا ماما. عندي سؤالين في الاعراب. في الاعراب نعم تفضلي. يحذركم الله نفسه. نعم. نفسه تعرف ايه؟ طيب غيره. ان شاء الله. شاء تعرف ايه؟ شاء. عندي سؤال السيد كرارة. يعني انت قلت عندك سؤالين نحو، لسه عندك اسئله ثانيه؟ معلش انا استفسارين بس. عينينا ليك يا مريم. استفسارين بعد الايه؟ بعد سيد قرارك. عينينا. في حاجه ثانيه؟ قول يا مريم. في الفقره الاولى في سيد قرارك. حقلا نكره ليه؟ ايه؟ نعم. حقلا خصبا. ها. مالها؟ نكره ليه؟ ها. لماذا نكره؟ للتهويل ولا تحقير؟ لا هي هنا للتهويل. تمام. نكشف عن دم في ايه؟ عن ايه؟ دم في دم يعني. دمية. نعم تمام. لسه بكره ناخد التعبير؟ ان شاء الله. ناخده واحنا بناخد النماذج الشامله باذن الله. طب يا ريت مثلا تدينا ازاي نكتب النداء والاعلان وكده؟ هنقول لك طبعا كل اشكال التعبير الوظيفي. بس مش هيجي لك الاعلان ولا اللي انت بتقولي عليه ده؟ مش هيجي، احنا هنقول لك المهم، هنقول لك كله. هنقول لك كله. جالك اعلان في 2004؟ تقريبا. لا النداء. النداء اسمه ايه؟ نداء عاجل. نداء عاجل، يعني هتستخدم سطور معينه كده في ايه؟ ان انت هتوجهها لايه؟ لمسؤول معين. يعني هو شكل اللي هيجي السنه دي اللي هو الاطناب او التلخيص، واحنا هنقول الرساله وهنقول التقرير وهنقول الطلب وهنقول ان شاء الله معظم الاشكال بكره باذن الله. طيب يا استاذه سمحت، في القصه الجزء الثاني. شوف برضو قالت لك القصه، يعني شوف كثيرة. ايه؟ في الجزء الثاني من القصه في اسماء ودباء كثيره. في اسماء وايه؟ ودباء وشيوخ كثيره. في الجزء الثاني. مالهم؟ عاملين ازمه، كل واحد ليه قصه وحدي، فحسب يعني. والله انت مطالبه ان انت تعرفي المواقف بتاع طه مع هؤلاء، يعني الشيخ الشنقيطي، الشيخ محمد المرصيفي، يعني بعض الشيخ محمد عبده، حاجات برضه مش كتير ولا حاجه. يعني حاجة زي ما الاستاذ صلاح بيقول لك، تعرفي مثلا موقفه من الشيخ الشنقيطي، من الشيخ سيد المرصفي، موقفه من يعني الادباء الذين تعامل معهم، او موقفه من شيخ الازهر، موقفه من علماء القريه، موقفه من أخيه، موقفه من أستاذ النحو والفقه، موقفه من أستاذ المنطق، وهكذا يعني. طيب ماشي، شكرا خالص. يحذركم الله نفسه. ما أقولش نفسه،
يعني ربنا بيخوفنا نفسه، لأن الله منتقم شديد. يعني التزموا بأوامر الله وإلا لتعرضتم لعقوبة الله تبارك وتعالى. إذا حضرتك عايز تقول إن نفسه هنا إيه؟ ده وقع لها التحذير. إذا مفعول، مفعول به منصوب والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وأنا قلت قبل كده الحاجات بتاعت القرآن يعني ما تجيش في الامتحان، ولكن بس يعني إحنا بنقول لها مين اللي بيحذر؟ الله. طب إن شاء الله شاء ديت فعل ماضي مبني على الفتحة عادي خالص، لأن بس ممكن الطالب يقول في محل جزمة على أساس إيه؟ إن هي إن فعل إن شرطية جازمة. تمام. طيب منذ الصغر، كلمة الصغر هنا تعرف إيه يا أستاذ محسن؟ لو أنا اعتبرت إن كلمة منذ ظرفية يبقى الصغر هتبقى مضاف إليه، لكن طبعا هو الأدق إن أنا هبص لها على إنها حرف جر يا أستاذ صلاح. مذ ومنذ لو جه وراها اسم يقول لك يتحتم إن هو يعني يبقى اسم مجرور، لو جه وراها فعل يبقى هي بتبقى ظرفية والجملة اللي وراها في محل جر. لكن نربأ بطلابنا عن مثل هذه الاختلافات. لا يجدون حسن العاقبة. من اللي هيجدهم؟ هم يعني واو جماعة. تمام. يبقى حسن دي مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. تمام. ولقد شوهد عبرة. ده عبرة دي بتديني إيحاء بالمكانية يا أستاذ صلاح. نعم ده ظرف. يبقى ده ظرف مكان منصوب وعلامة النصب الفتحة. أن إهمال الصحة عمل يضر بصاحبه. طب ما أنا أقول يضر ضررا. نعم. هو جاب لي عظيم. دي مهمة في الإعراب. يضر بصاحبه عظيم الضرر أشد الضرر كل اكثر الضرر كل الضرر. انا عايز الناس تاخد بالها من الحته دي قوي. الاسم المضاف للمصدر يبقى ايه يا استاذ صلاح؟ يبقى ده نائب عن المفعول المطلق منصوب. وان في ذلك لموعظه للمغيبه عقولهم. وعسى. لو انا قلت يا استاذ صلاح موعظه، إن في ذلك لموعظة، طبعا اللام اللي هي لام التوكيد موعظة دي بيسموها اللام المزحلقة بعض علماء النحو. موعظة اسم إن، عشان ما حدش يقول إن هي اسم مجرور باللام، لأن اللام زحلقت إلى الاسم لأن الخبر وقع شبه جملة. زي ما أقول إن في السماء لخبرا. تمام. خبرا هنا اسم إن، واللام ما حدش يقول حرف جر. وإن في ذلك لعبرة. نعم نعم. إذن اللام هنا واقعة في مع عشان وجود إن لام التوكيد، وتبقى اللي بعدها اسم إن منصوب. والمغيبة اسم مفعول من غيبة. نعم. طبعا المعمول هيبقى نائب فاعل وعقولهم. طب مش ممكن حد يقراها يا أستاذ محسن للمغيبة عقولهم؟ يبقى يعني أنا عايز أقول الطالب كده ما فهمش إن في ذلك لموعظة. لا يتعظ مين؟ المغيبة مش المغيبة. هي رغما منهم أو حد غيبهم يعني وقع عليهم. نعم. وعسى هؤلاء أن يثوبوا إلى رشدهم. يبقى أنا كده قدام فعل بيعمل عمل كان وأخواتها، ويتحقق فيه الشرط ان الخبر بيكون جمله فعليه فعلها مضارع. الحته دي مهمه يا استاذ محسن. هناك الافعال نذكر الطلاب اللي هي كاد واخواتها، او افعال المقاربه والرجاء والشروع اللي هي كاد وقرب وعسى وخلولق وبدا واخذ وشرع وطفق. هذه الافعال تعمل عمل كان واخواتها، ترفع المبتدا وتنصب الخبر بشرط. ولكن بشرط ان يكون الخبر جمله فعليه فعل مضارع. يجي يقول لك مثلا استخرج فعلا يفيد الشروع وبين خبره، لازم الخبر يكون جملة فعلية، وبين حكم اقتران الخبر بأن. حكم اقتران الخبر بأن ده اعرف منين؟ يعني مع كده وقرب بيكون إلي يا استاذ يعني اعرف يعني ايه يعني اقتران إيه؟ يعني اتصاله بها. نعم. يعني بيجي قبل الفعل المضارع، بيجي قبليه ان المصدري. ده بيكون إليل مع كده وقربة أفعال مقربة، وفيه فعل مقربة كثير اللي هو إيه أو شكى معاه عسى من أفعال الرجاء، لكن كل أفعال الشروع يمتنع. تمام. معنا إسلام من الجيزة. إزيك يا إسلام؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا إسلام؟ كويس الحمد لله بخير. الحمد لله. قول لي يا إسلام أسئلتك إيه؟ كنت عايز أسأل مراجعة على جزئية إسناد الأفعال. حاضر. مهمة يا إسلام. إسناد الأفعال للنون النسوة وواو الجماعة. حاضر. ووجه الفعل بعد الإسناد. تمام. حاضر. ماشي. حاجة تاني؟ شكرا. لا شكرا. حاضر. طب نكتبها له يا أستاذ صلاح سريعا. طب يعني اكتبها له في جملة. طب يا أستاذ ما أنا هكتبها له في جملة. لما نقول
الرجال يسعون في الخير. طب وخليها بقى وينالون الخير عشان برضو نشوف الفعل المعتل الوسط. طيب النساء عشان على الوتيره النساء، انا اقصد نكملها تخليها لو عايزين نعملها النساء يعني الرجال يسعون في الخير، يبقى يسعين. طب عملنا ايه يا استاذ محسن؟ في الخير. طبعا انا عندي الفعل يسعى اهو، الفعل يسعى اهو، يبقى ده على وزن يفعل، ما حذفتش منه حاجة. لكن أنا حذفت هنا يا أستاذ صلاح آخر الفعل اللي هو اللام، يبقى يفعون. طب يبقى أنا بس هو قصده إيه؟ هو ممكن يجي يقول لك إيه؟ الرجل يسعى في الخير. اجعل هذه الجملة جمع المذكر وجمع المؤنث. الفعل المعتل الآخر حينما يعني نجعله مع نون النسوة يا أستاذ محسن. مثلا يسعى ما بحذفش منه حاجه ويفضل يفضل يسعى اللي زي ما هي ونحط النون. يعني انا مثلا لما اقول ايه الرجال يطهون الطعام. طب اصل الفعل يطهو ايه؟ يطهو. يبقى عملت ايه هنا؟ يبقى انا حذفت منه ايه؟ حذفت منه الواو الاصلي لالتقائها كساكن مع واو الجماعه، لان واو الجماعه ساكنه. يبقى انا بس عايز افهم. يبقى الطعام. انا قلت اهو يفعل زائد واو الجماعة زائد نون علامة الرفع. بص يا استاذ محسن بس عشان الطلاب في الحتة. طب دي انا هعمل تفضل. انا طالب تفضل. دلوقتي طالب لان الحتة دي بتهم الطلاب قوي. تمام. انا دلوقتي الجملة فوق الرجال يطهون، هي لو كانت الرجل كانت هتبقى الرجل ايه؟ الرجل يطهو. جميل. يبقى يفعل. أنا عايز أجي أخليها جمع مذكر سالم. يبقى الرجال يطهون. طب يعني أنا لو هعملها جمع، أنا لو هعملها عادي مذكر. أنا لو هعملها عادي أصل مش هجيبها جمع مذكر سالم عشان هي فعل. أنا أقول جمع مذكر. أيوة. جمع مذكر. أنا أقصد جمع المذكر. أنا أقصد إيه يا أستاذ محسن؟ أنا دلوقتي هحط واو نون على الفعل، صح؟ تمام. الطبيعي الطبيعي أنا عايز بس أفهم الطالب إحنا هنعمل إيه؟ يطهو أهي. أيوه. يطهو. هو ده اللي أنا عايز أعمله. أيوه. والطبيعي ان انا احط واو. انا قلت واو اهي، واو الجماعه. أيوة. زائد النون. جميل. تمام. جميل قوي. يطهو على وزن ايه؟ انا قلت ايه؟ يفعل، صح كده يا استاذ صلاح؟ تمام. طيب انا عملت ايه؟ واو الجماعه انا محتاج عشان ابين جمع الايه؟ المذكر. تمام. طيب شلت الواو. هقدر على مين؟ على الفعل عشان فيه اكتر من حرف. هشيل الواو الاخيره في الفعل الواو الاصليه لالتقائها كساكن مع واو الجماعه كساكن. خلاص يبقى هحذف اللي قصادها في الميزان اللي هو اللام. اذا انا عايز افهم الطالب هنا بس. تفضل. ان انا لو الفعل معتل الاخر وهنخليه لجمع المذكر تحذف واو الفعل العله او اللي هو الحرف الاخير في الفعل، حرف العله في الفعل. ونضع واو ونون. يبقى جمع المذكر. خلاص يبقى يطهون على وزن ايه؟ يفعون. طب لو انا قلت يا استاذ صلاح النساء يطهون. جميل. النساء يطهون. جميل. هو اصل الفعل ايه؟ يطهو. هنجيب الاصل اهو هنوضح له. يطهو زائد نون النسوة، دي اسمها نون النسوة. الفعل زي ما كان، هو ما عملش اي حاجه في الفعل. ليه؟ نون النسوة عليها فتحه، هي ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الفعل المضارع معاها بيبقى مبني على السكون، خلاص سكون وفتحه مقبوله. مش التقاء ساكنين. لا ما فيش التقاء ساكنين. طب يطهو على وزن ايه؟ يفعل. طب هجيب النون يبقى يفعلنا، ما حذفتش حاجه، لكن انا حذفت في مين؟ في جمع المذكر. حذفت اللام اللي هي قصاد مين؟ قصاد الواو اللي هي اصليه في الفعل اللي هي اخر الفعل. جميل قوي ده. يبقى اذا الفعل المعتل الاخر عند اسناده لواو الجماعه مع جمع المذكر يحذف حرف العله ثم يضاف علامه الجمع اللي هي الواو والنون. اما مع جمع المؤنث يبقى حرف العله ونضيف علامه الجمع اللي هو عفوا اللي هي نون النسوه. وزي ما قال استاذ محسن في جمع المذكر يبقى وزنه يفعون، ومع جمع المؤنث يبقى يفعل. طبعا هنضيف علامه الجمع يا استاذ صلاح اللي هي الواو او النون. وبعدين بنجيب علامه الرفع في جمع المذكر السالم اللي هي النون الثابته. طب لو احنا الفعل ينال يا استاذ محسن. ينال. تمام.
معلش اصل الحته دي الاولاد وجات كذا مره في الامتحانات. ينال الطالب ينال الدرجات العالية، يبقى الطلاب ينالون الدرجات العالية. انت حاسس ان مفيش تغيير هنا يا استاذ صلاح؟ هو مفيش تغيير. طيب لكن الطالبات ينالنا. ينالنا. انا حذفت ايه يا استاذ صلاح؟ حذفت حرف العلة اللي في الوسط اللي هو الالف. نعم. اللي كان قصده ايه؟ العين. الدرجات العالية. الولد بيقول لك انا عايز الايه الوزن. ينالون الياء اهي. يفعلون. يفعل اهو والواو والنون يفعلون، لكن الياء اهي وقصدها الفاء، انا شلت العين اللي هي الالف. ها يبقى استاذ محسن. طب نرجع عشان طالعين لفاصل قصير ونعود اليكم بعد الفاصل مباشره، فانتظرونا اعزائي. اهلا بكم من جديد اعزائي الطلاب، نستكمل ما بداناه. نكمل استاذ محسن. لو قلت الطلاب الطالبات يبقى ينالنا، كانت ينال اصلها ايه يا استاذ صلاح؟ هي كان ينال فيها ينال اهي زائد نون النسوه. نعم. صح، نون النسوه عليها فتحه زي ما قلنا. تمام. طب الفعل المضارع معاها مبنى على السكون، طب ما هو الالف ساكنه، ينفع ساكنان يلتقيان؟ لا، يبقى انا بحذف ايه؟ بحذف الالف اللي قصدها من الميزان الايه؟ العين. يبقى العين انا حذفتها اهو، يبقى يفلنا. جميل. ينالنا يفلنا. ناتي سريعا استاذ صلاح الى اسئله المهارات عشان عليها درجات عاليه. تمام. هو اول سؤال بيقول الشاب مقدام. نعم. والصبر مفتاح الفرج. نعم. بيقول لك بين نوع المشتق في المثالين. هو هنا طبعا الاثنين على وزن واحد، مقدام ومفتاح على وزن مفعال. نعم. طبعا الطالب يعني بين الايه؟ بين نعم المشتقين. يعني لو الطالب قال ايه انا بقول مقدام دي على وزن مفعال، طب دي ممكن تبقى صيغه مبالغه. تمام، ولانها تدل على كثره حدوث الفعل. تمام. نعم. الصبر مفتاح، ده الاله. نعم. الاله بتاع الايه؟ بتاع الفتح، مفتاح الفرج. اذا ده اسم اله بالطبع. تمام. تمام. ما أعظم إدراك الشباب للمفاهيم. الشباب أعظم إدراكا للمفاهيم. بين نوع أعظم في المثالين ثم أعرب الاسم بعدهما. سيلاحظ الطالب بالطبع أن الأولى دي أسلوب تعجب، يعني هنقول نوعها أن هي فعل تعجب. جميل. كده تمام يا أستاذ صلاح. والتانية اسم تفضيل. والتانية اسم تفضيل. لو قال لي اعربهم، طبعا اعظم فعل ماض مبني على الفتح، واعظم الثانيه خبر مرفوع وعلامه الرفع الضمه. يعني انا هقول اعظم دي فعل تعجب، واعظم الثانيه اسم تفضيل. ازداد نصيبه. طب هي طبعا حضرتك اعربت هنا كلمه يا استاذ محسن ادراك مفعول به منصوب الفتحه، وادراكا تمييز. هو بيقول اعراب باعراب الاثنين ولا اعراب اللي بعدهم؟ ثم اعرب الاسم بعدهم. بعدهم. تمام. يبقى هقول اعراب الاسم اللي بعدهم، يبقى ده مفعول وده تمييز. وطبعا النكره المنصوبه بعد وزن افعل. انا بس دي عايز اوضحها صلاح تمييز. ان في بعض الطلاب يعني ايه يجي يقول لك مصر افضل جمالا ومصر افضل بلد. مش كل كلمة نكرة بعد اسم التفضيل تعرب تمييز، لابد أن تكون نكرة منصوبة. نعم. وليست من جنس المفضل، يعني مصر أجمل بلد، بلد هنا مضاف إليه. مضاف إليه لأنها طبعا البلد هي مصر ومصر هي البلد. نعم. وكمان مش منصوبة. أقولك مشروع مدينة العلوم أروع مشروع. ده جات في سنة من السنين. يبقى طبعا مشروع ومشروع هتديني إيه؟ هتديني إن هي مضاف إليه. لما أقولك هي أجمل فتاة يبقى فتاة ما اقولش عليها تمييز، هقول عليها ان هي مضاف اليه. لكن لما اقولك هي اجمل خلقا، الخلق تمييز. مش هي الفتاة،
او مش هو الفتاه، يبقى ده حاجه مختلفه عن ايه؟ عن الفتاه. اذا اختلف ما بعد اسم التفضيل عما قبلها عن المفضل فيعرب تمييزا. طب ازداد نصيب الفنون الجميله من الحريه تعجب من الفعل باحدى صيغتي التعجب، يقدر الطالب طبعا يقول ما افعله او افعل به. ما اجمل ازدياد نصيب الفرد الفنون الجميله من الحريه، يعني انت اجمل بازدياد. ما اجمل ازدياد نصيب الفنون الجميلة من الحرية، أو أجمل بازدياد. لكن لما يقول أجمل بازدياد يا أستاذ صلاح، ذكرنا بإعراب كلمة ازدياد بعد الباء. الباء حرف جر زائد، وازدياد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا، لإما هقول فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع ظهورها حركة حرف الجر الزائد، لأن الباء حرف جر زائد. تمام أستاذ محسن، لو أنا قلت طالما كده حروف الجر الزائدة، لأن الطلاب برضو بيسألوا فيها، والله أنا بقول لهم جابها في امتحان السودان. كب من، كب من، كب من، يعني الكاف والبين والباء ومن. الكاف بتبقى زايده يا استاذ صلاح امتى؟ مع كلمه مثل اللي جت في امتحان ليس كمثله 2013 او 2014. ليس تعرب ايه هنا بقى؟ ليس كمثله شيء. الكاف حرف جر زائد، واللي وراها اسم مجرور بحرف الجر الزائد لفظا منصوب محلا لانه خبر ليس مقدم. اذا هي تقع في خبر ليس. تمام، وشيء مبتدا اقصد اسم ليس مؤخر. دي كاف. نعم. دي الكاف. دي الكاف. الباء تاتي زائده في فاعل كف، كفى بالله شهيدا. او مع اسلوب التعجب بصيغه افعل به. التعجب. بصيغه افعل به. تمام، وتاتي زائده في خبر ليس. ليس الامتحان بصعب، او وما ربك بظلام للعبيد. اما كلمه من فتاتي زائده مع النفي والاستفهام. اقول ما من اله الا الله، او اقول هل من خالق الا الله. جت في امتحان السودان بمن. تمام. طيب واللي بعدها يعرب اسم مجرور بمن الزائدة لفظا، وطبعا النفي والاستفهام بيبقوا حرفين اللي وراهم بيبقى مبتدأ او يعني مرفوع محلا. مش ممكن محل. اقول يا استاذ محسن مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا. تمام تمام، على حسب ما تعود الطالب. طب بعد اذن حضرتك، لانها موجودة في كتاب المدرسة، رب. رب حرف جر شبيه بالايه؟ بالزائد. والذي ياتي بعدها ده اسم مجرور برضو لفظا او المرفوع محلا لانه مبتدا، او مبتدا مرفوع محلا. تمام، نفس الطريقه يا استاذ صلاح. تمام. يعني في الفاصل استاذ صلاح، انت توقعت يعني مجموعه من الاشياء. نعم. يعني حتى تكون تمهيدا لامتحانات، يعني للنماذج التي سوف نضعها امام الطلاب في الغد بمشيئه الله. توقعت كلا وكلتا، ندرب الطلاب عليه. نعم، كلا وكلتا. توقعت اسلوب الاستثناء، ضع غير مكان الا او ضع سوى او كده. توقعت افعال المقاربه والرجاء والشروع. نعم. واسناد. نعم. الافعال الضمائر من الممكن ان تاتي، والممنوع من الصرف ونعت الجمله، حاجات مهمه طبعا. نعم. احنا يعني طبعا والضمائر ومحلها من الاعراب، والمصدر الصريح والمصدر المؤول ومحل المصدر المؤول من الاعراب. تمام. كما دربنا الطلاب. طبعا الطلاب سيجدون في لقاء الغد يعني نموذجين للنحو، يعني عليهما الكثير من الأسئلة. وبمشيئة كده بتخلي الطلاب مش هيقوموا بكرة من قدام المدرسة. لا إن شاء الله رب العالمين. كده يعني احنا نجتهد يا أستاذ صلاح طبعا، ويعني الأمر يقع على عاتق الأستاذ صلاح عبد المنعم، ثم على عاتقه في إعداد نماذج امتحانية، نزولا على يعني رأي القناة، برامج في القناة، ويعني الإخراج، وكل من يعملون يعني خلف الطلاب قبل ده كله، وخاصة أنهم يستقبلون اتصالات ربما لا نستمع إليها نحن. فالطلاب يريدون نماذج امتحانية، ونحن تحت أمر أي نحن طالب نعمل من أجل الطلاب. نعم. نعم، يعني يريد أن يصل إلى درجة الطمأنينة في لقاء الغد بمشيئة الله. كانت البشرة قاتمة، ضع كاد مكان كانت وبين نوع خبرها. طيب احنا قلنا ايه يا استاذ صلاح؟ كاد واخواتها، واحنا لسه استاذ محسن بيقول يعني انا طبعا هي مهمه، يعني احنا لسه قايلين ان كاد واخواتها تعمل عمل كان، ولكن بشرط ان يكون الخبر جمله فعليه فعل مضارع، فعل مضارع سواء اقترن بان ام لا. فارى هنا كانت البشره قاتمه، يبقى كادت البشرة. الفعل من قاتمة ايه يا استاذ محسن؟ طبعا قتمة، يبقى اقول ايه؟ تقتم
ولو الطالب قال تكون قاتمة هيبقى صح طبعا خلاص جملة فعلية. طيب أخذ التلميذ القلم، اجعل الفعل أخذ يفيد الشروع وغير ما يلزم. برضو لازم خبرها يأتي جملة فعلية، فأقول مثلا أخذ التلميذ يذاكر. يزيز. وقال غير ما يلزم، يعني ممكن أشيل إيه القلم دي وأقول أو إيه يأخذ القلم، يأخذ عادي يعني. القلم أو يكتب بالقلم وهكذا، أو يذاكر عادي، أو يذاكر لو قال يذاكر يعني. ما هيبقاش فيها خطأ برضو. ألا إن البشرة بيضاء، اجعل إن مفتوحة الهمزة وغير ما يلزم. طبعا هي كسرت همزة إن هنا لأنها وقعت بعد ألا الاستفتاحية. ألا الاستفتاحية نعم. طيب علمت وجدت لا. أن البشرة بيضاء، وجدت أو علمت نعم. علمت أن البشرة بيضاء. طب انت طبعا أنا ما نوندش هنا يا أستاذ صلاح، عشان طبعا بيضاء ده ممنوع من الصرف طبعا، لأنها إذا صح أنت أول مع معموليها يعني مع اسمها بس بيضاء. محسن تفضل. بيضاء هنا ليه مش ممنوع من الصرف؟ لأنها اسم ينتهي بعلامة التأنيث الممدودة، طبعا ده العلة واحدة. طيب ألا أن قلنا وجدت أن البشرة بيضاء، إمتى الهمزة تبقى مفتوحة الهمزة؟ إذا صح أن تؤول هي واسمها وخبرها بمصدر صريح. وجدت بياض البشرة. نعم تمام. يبقى لما أقول وجدت أو علمت، يبقى أقول فتحت همزة إن لأنه يصح أن تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر صريح تقديره بياض البشرة، ويعرب مفعولا به منصوبا للفعل علمت أو وجدت. طيب ما أعظم المعلم وما لك مغربا بالمعلم، بين نوع ما ثم أعرف ما تحته خط في الجملتين. ما أعظم المعلم طبعا، طبعاً ما هنا تعجبية، تعجبية في محل رفع مبتدأ. ما لك مغربا بالمعلم، ما هنا نافية. طيب ثم اعرب ما بس حضرتك انت كاتب لي علامه استفهام يا استاذ صلاح كده، ما لك مغرما ما لا يبقى استفهاميه. ما لك مغرما بالمعلم يبقى ديت استفهاميه. تمام. اعرب كلمه المعلم، اعرب ما تحته خط في الجملتين. يعني اعظم فعل ماض مبني على الفتح. طبعا الطلاب حافظين اسلوب التعجب. اعظم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ده من مستتر تقديره هو ما ياتي بعد ما لك، ما له، ما لهم، ده يعرب حال زي ما لك، ما له، ما لهم ملعن بمنع مغرما. مغرما احنا بناكد على كلمه مغرما بعد ما لك وما له، تعرب حالا منصوبا، عشان ممكن تجي لك في القطعه الامتحانيه في امتحان الاحد القادم بمشيئه الله. السؤال الاتي يا استاذ صلاح. اخي معلم، اخواي معلمان، اخوك معلم. طيب انا عايز اقول بس سريعا ان في حاجه، طبعا انت عارف الاسماء الخمسه، الاسماء الخمسه هي اب، اخ، حم، زوفو، ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. هناك عده شروط. اولا ان تكون مضافه، يعني يجي بعدها مضاف اليه، بس اضافتها ابو بكر، ابوك، لغير ياء المتكلم. اثنين ان يعني تكون اخي الاولانيه دي كده يا استاذ صلاح اكملها لهم كلها. ان تكون مفرده، لان احنا عندنا اكتر من واحد، يعني ما تكونش مثنى. ان تكون مفردة ولا مثنى ولا جمع كده. يعني الابواي والاباء ما تنفعش. ثلاثة ان يكون فوق بدون الميم، يعني فوق مش فم. طيب يعني هنا اخي انا بقول لسه، انت بقول كده قلتهم على الاجابة يا استاذ صلاح، يعني انت بتقول اضافتها لغير ياء المتكلم وبتقول. طيب تكون مفردة، هو لازم يعرف القاعدة الاول عشان يعرف يحل. تمام. يبقى اخي هنا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع من زورة اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم. طب ليه مرفوع بالضمة؟ ليه ما قلتش مرفوع بالواو؟ لأن ما عندي، أنا ما عنديش واو هنا. ده أنا هنا إيه أضيفت إلى غير ياء المتكلم، يعني ما توفرتش فيها شروط. طيب أخواي معلمان يا أسماء. أخواي طبعا ده مثنى، ده هيبقى طبعا مرفوع علامة الرفع الألف لأنه مثنى. وأخوك هي اللي بتتوفر فيها الشروط يا أستاذ صلاح، يبقى مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع، لأنه طبعا اسم الأسماء الخمسة. طبعا والياء في أخوايا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. تمام. والكاف في أخوك ضمير مبني، والياء في أخي ضمير مبني، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. تمام. أستاذ محسن قبل ما أدي هنا، أنا عايز بس حضرتك تنوه عن اسم المفعول من الفعل المعتل، لانه جه في سنه من السنين كلمه نعم. مهيبه اعتقد. نعم. وفضل الطلاب عايز استخرج اسم مفعول، هو دايما الطالب حاصر اسم المفعول لا اما على وزن مفعول لا اما ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر. يعني انا لو الفعل معتل مثلا بالواو، تمام، يعني كلمه قال، طبعا هو الفعل هيبقى نقول المبني المجهول قيل، لكن انا بقول الاساس قال،
قال الألف أصلها واو تبقى مقول. طيب لو هي صام، صام يصوم تبقى مصوم، تباع يبقى الألف أصلها ياء بالرجوع للمضارع، باع يبيع تبقى مبيع، تبدانة يبقى مدين. طب ما هو ممكن أجيب تاء التأنيث في الآخر، ها أقول مدينة، ها مدينة بكذا، ها أو مدينة أطفالها. طبعا لو جالي معتل الآخر زي كلمة بنى، ها طبعا الفعل هيبقى بنية فعل مبني المجهول، أقول مبني، قضى مقضي، رجا مرجو، على معلو. إذا بجيب المضارع وضع ميم مفتوحة وتجديد الحرف الأخير. نعم. ده في الفعل المعتل الآخر بجيب منه تمام. اسم المفعول. طب آخر حاجة عندنا أستاذ محسن. أمستمدة القيم الروحية من تراثنا سيناء مستمد البترول. بين نوع المشتق في المثالين. أمستمدة، طبعا مستمدة ده اسم مفعول من الفعل استمد لانه مبني للمجهول، مبني للمجهول. والثانية القيم طبعا هعربها نائب فاعل، لكن مستمد هنا نوع اخر من انواع المشتقات وهو اسم مكان لبدئها بالمكان وهو سيناء، ونعربها في هذا المكان خبر لكلمة سيناء مرفوع وعلامة الرافع الضمة. أستاذ محسن شكرا ليك على المجهود اللي بذلته النهاردة طوال النهار مع الطلاب، والشكر موصول لأصحابه، وكذلك يعني الشكر موصول لكل من يعملون خلف الكاميرات فهم الجنود المجهولون. وطبعا يعني ايه سعدت بلقاء الأستاذ صلاح عبد المنعم في هذه الإطلالة اللغوية على فروع اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة. طلاب الأعزاء أذكركم بأننا سنلتقي معكم في الغد بإذن الله، نعد لكم الكثير، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ونأتي بالكثير مما سيأتي في الامتحان ونكون معكم دائما. أقول لكم دائما بشروا ولا تنفروا، اهدأوا كونوا على قدر المسؤولية، اعطوا دائما لأنفسكم رسائل إيجابية، نعم أنتم تستطيعون، تستطيعون فعل المستحيل. انتظرونا في الغد، فإلى أن نلتقي بكم لكم منا أطيب الأماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.